القادسية. أيضا التشكيلة اللي يلعب فيها نقول اليوم خيطان أحمد، هذا شعار النادي العربي، ومبروك للنادي العربي، مبروك لجماهير النادي العربي العريضة، حتى خارج الكويت هناك فرحات وشيلات في دول الخليج العربي وفي الدول العربية الحقيقة، وهذا شيء يحسب للنادي العربي أن محبينه ليس في الكويت فقط بل خارج الكويت في الخليج والوطن العربي الكبير. بدر البلوشي الآن يعطي إشارته لحكم المباراة علي محمود حتى يبدأ المشوار، ونقول بسم الله وعلى بركة الله يا علي محمود، صافرة البداية وشوط أول ينطلق الآن، وتابعونا عبر القناة الرياضية الكويتية دائما في هذا النغل الحي والمباشر بالتأكيد. تشكيلة هاني الصقر في حراسة المرمى أحمد الدوسري، وفي خط الدفاع ثلاثي ثابت مومو سيسي سنغالي حسين اسماعيل محمد عنتر، في الأطراف يلعب طلال الأنصاري حمد الطويل وتغيم الرشيدي الساقط يكون دائما مع المدافعين، وأحيانا هو يكون كصانع ألعاب حسب اللعبة. إخوانما الأسباني، وهناك أولسون أيضا الأسترالي، جيمي أسباني، وفواز مبيلش أحد لاعبي حقيقة منتخبنا الأولمبي ومنتخبنا الأول بإذن الله تعالى يتواجد في الهجوم. تشكيلة النادي العربي، علي شراغ اليوم في حراسة المرمى أيضا من الحراس المميزين والمتألقين بالتأكيد. الجمعة عبود، حسن عمدان، عبد الله حسن، عبد الله عمار، البلوشي، حسين الحربي، أحمد رحيل، بدر طارق، علي خلف، ومشاري الكندري، سلمان العوضي، هي التشكيلة اللي يلعب فيها اليوم الكرواتي بالتأكيد أنتي ميشا وهو عريس المدربين في الكويت هذا الموسم. علي محمود يقود المباراة، وفي الختام هذا الموسم الطويل والشاق بالنسبة للأندية الكويتية من دوري التصنيف إلى الدوري، لا قبل الدوري كان تكملت لأربع مباريات من أضرار كورونا، الله يبعدها عنا وعن كل المسلمين وكل من يسكن على هذه الأرض الطيبة وجميع البلاد في الوطن العربي الكبير وكل وطن وكل قارة أيضا. علي محمود، علي الشراق مساعد أول، يوسف العنزي مساعد ثاني، عبد الله جمالي رابعا، والمقيم هو الدولي السابق عباس دشتي. مباراة انطلقت وبدأت، خيطان يبحث عن شيء، خيطان مهمة المباراة لليوم، وهي طبعا كنهائي وأهم مباراة لخيطان إذا أراد أن يبقى في أندية الدرجة الممتازة، عليه أن يحقق أول فوز على النادي العربي هذا الموسم. العربي لعب 17 مباراة وحقق 13 مرة فوز وأربعة تعادل، واليوم هو عند المباراة الأخيرة، وأيضا هو يقول لك أنا لا ما أرضى أخسر، أنا كملت المشوار في 13 مباراة فوز وأربعة تعادل، فأبقى أيضا يسجل أرشيف خاص للنادي العربي أن يحقق البطولة دون خسارة للنادي العربي بالتأكيد. المباراة بادية هدوء شوية، لكن لا يمنع أن أيضا نذكر اليوم مباريات مهمة جدا عزيزي المشاهد بالتأكيد في الختام الجولة رقم 18. هناك النصر وكاظمة، الشباب والقادسية مهمة، خيطان والعربي مهمة، والأهم منهم أيضا الفيحيل والساحل، هذه المباراة اللي تكون أكثر أهمية لأن من يتواجد في دوري STC لأندية الدرجة الممتازة ومن يعود لأندية الدرجة الأولى، لأن اللقاء بينهم هو اللي يعطي إلى حقية، خاصة الفيحيل اللي عنده 13 نقطة، الساحل عنده 13 نقطة، خيطان عنده 13 نقطة أيضا. المباراة الأخيرة أيضا هي الكويت والسالمية، بالتوفيق لكل الأندية اليوم، بالتوفيق للجميع، إن شاء الله نشاهد مباراة حلوة ونشوف الأداء الطيب من هذا البطل هو النادي العربي لهذا الموسم، ومن الفريق اللي يبحث عن نفسه حتى يبقى في دوري أندية الدرجة الممتازة. مدر حيل يشركه اليوم طبعا المدرب في النص، في النص هذا المكان للنجم الكبير المقاتل القلب النابض للنادي العربي الحقيقة في النص، عبد الله الشمالي هنا صافرة وخطأ واضح، لكن اليوم أحمد رحيل وحسين الحربي أيضا لاعب نادي الكويت السابق اللي يتواجد مع النادي العربي هذا الموسم ويحقق معهم الدوري مثل ما حقق مع نادي الكويت في الفترة الأخيرة الحقيقة حسين الحربي، نتمنى له التوفيق وزملاء إن شاء الله. هنا بدر طارق واحد من النجوم الصاعدة للنادي العربي،
والخطأ الآن مسافة بعيدة، لكن شويت أيضا بدر طارق، شويت بدر طارق يبحث عن نفسه، ممكن لا هدى اللعب مع علي خلاف بالخطأ، ما تمشي مقطوعة، تغيم الرشيدي، تغيم الأب، يعني الخمس دقائق الأولى حتى الآن هدوء هدوء هدوء، واضح هدوء واضح، يعني حتى خيطان ما يبي جازف إنه يقول لك أنا أسران أسران، لا لابد إنه أبدأ شوية، وأول ربع ساعة أنا ألعب أمام البطل، أمام البطل حسين الحربي، حربي كرة معاي، رجع ورا في خط الدفاع، جمعة عبود واحد من نجوم هذا الموسم للنادي العربي بالتأكيد، ملعوبة على جهة اليسار يتواجد عبد الله عمار وأيضا عبد الله حسن على الأرض، العربي بيحاول يبدأ تكتيك بقياب الكثير من نجومه، شوف أيضا عبد الله عمار يتركها خارج الملعب إلى رمية التماس، رمية التماس بداية المباراة، هاني الصقر مدرب نادي خيطان يبحث عن إنجاز له أمام البطل اليوم النادي العربي، ويريد أن يخرج بصورة طيبة، تعادل خسارة لا، فوز يكون لوين يرفعه كثير يعني، لكن العربي هل يرضى في آخر مباراة؟ كان مشاريل كان دريب يحصلها العوبة، بدر طارق يحاول يمر، بدر طارق كرة معاه يبحث عن لاعب، شوف ثلاثة عليه سكروا عليه خلاص، أقرب إلى عبد الله حسن، عبد الله بيلعب له كرة ناحية الحربي، حسين الحربي كرة مع الحسين، وين بيرجعها؟ يرجعها ورا مرة ثانية لمضايقة دفاع نادي خيطان، تلعب على طول والمحاولة مقطوعة، مومو سيسي السنغالي يقطعها، تعود للعربي، علي خلف يهدي ويرجع، بدر طارق أيضا يكون مع الحربي ومع أحمد رحية، بدر طارق بتواجد أيضا علاء الدالي، بندر السلامة، محمد صفر، السنوسي الهادي، عدي الدباق، عبد العزيز السليمي، محمد فريح الخبرة المتواجدين أيضا على دكة الاحتياط، وللضرورة أحكام، تغيم الرشيدي سلم على الجهة اليسار، المحاولة تبغى للشاب والخطير فواز المبيلش، لعب له كرة سريعة مبيلش للأسباني جيمي، لكن الكرة وين؟ خارج الملعب إلى رمية التماس، جيمي الأسباني وأيضا أولسون الأسباني، الأثنين في المقدمة، جمع عبود يبعد كرة خارج الملعب إلى رمية التماس، خارج الملعب إلى رمية التماس، العربي وجماهيره اليوم وإحنا داشين للملعب الحقيقة خارج الاستاد، وأيضا تنظيم من الإخوان الحقيقة في وزارة الداخلية اليوم اللي منظمين الطرق، عكس المباراة الأولى كان هناك أيضا عشق وحب جماهير النادي العربي هم يتواجدون في مباراتهم الماضية، العربي أمام الساحل اللي توجوا في الجولة رقم 17 بطلا للدوري الكويتي للمرة رقم 17 أيضا، واليوم يتوج ويسلم درع الدوري الكويتي دوري STC لأندية الدرجة الممتازة هذا الموسم للأخضر العرباوي وجماهيره ومحبينه وعشاقه في الكويت وخارج الكويت، خطأ الآن لنادي خيطان، الخطأ الآن لنادي خيطان، مسافة أيضا بعيدة، وأيضا شايخ خوانما الأسباني شويت وقريب منه طلال الأنصاري، هذا طلال الأنصاري واحد من اللاعبين الحقيقة المميزين في خيطان، ويلعب كرة قوية حلوة 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 من الأثنين، حلوة من طلال الأنصاري، كرة ثابتة، لكن علي شراق، علي شراق أيضا نجم في حراسة مرمى النادي العربي، أول ركنية تكون في المباراة بالتسديدة الغوية اللي لعبت من الأنصاري، ركنية يتألق فيها الحارس، ركنية لخيطان وتلعب الركنية والرأسية وين؟ بعيدة خارج الملعب إلى ركنية ثانية المسد، ركنية ثانية المسد، فواز المبيلش إذن ركنية الثانية في الدقيقة 9، أول ركنية في الدقيقة 9 والثانية في الدقيقة 9، شوط المباراة الأول شايف، وهذه الكرة اللي تألق فيها حارس المرمى، إذن الأنصاري يلعب كرة قوية والركنية الآن، وانما بيلعب الركنية ضاغط خيطان وتنقطع وتلعب مرة ثانية، لازالت إخوان ما يلعب الأرضية بعدها جمعة عبود، كان ضغط من نادي خيطان، المحاولة بالرأس علي خرب يحصلها، والعمار برا الملعب إلى
رمية التماس برا الملعب الى رمية الحارس الحقيقة علي شراق في اول اختبار يوفق ويشيل اخطر كرة. اخ يا السلام، هذه هي معانا مخرجنا، شكرا دالله خضر، وشكرا لمصورينا الحقيقة والفنيين وكل من هو يعني يقدم نفسه في تعب وارهاق وشد، ولكن لارضاء دائما متابعينا عبر القناة الرياضية الكويتية، سواء كان حر برد بار طوز اللي يصير يعني، لكن هم يتواجدون لارضاء المشاهد العزيز. بالتاكيد محاولة على جهة اليسار، دالله حسن بيحاول يعود مرة ثانية يرجع ورا، ممكن نعم صح يرجعها، والكرة في النص إلى مشاري الكندري، عود من جديد بدر طارق، موه بدر لكن فيها صافرة ولا بيرجع ورا، إلا أن الكرة ماشية معاه ماشية معاه، مشاها حكم مباراة علي محمود الدولي، حسين الحربي، جمعة عبود، أقرب لحسن حمدان، واحد من حقيقة المدافعين المميزين في هذا الموسم، وما شاء الله يعني في عمره الصغير والمجموعة اللي حقيقة يعني موجودة في النادي العربي. هنا في صافرة أقول لا في الخطأ طبعا، والتواجد لأكثر من لاعب الحقيقة في النادي العربي هذا الموسم، وأغلبهم من الشباب، نتكلم أغلبهم من الشباب اللي يتواجدون في أرضية الملعب، ولمشوار كبير يعني للقادمون لعشر سنوات إن شاء الله يعطيهم طولة العمر، سواء في النادي العربي أو أنديتنا الأخرى. شباب مثل بندر السلامة 19 سنة، حسين إشكناني 19 سنة، حسن حمدان 20 سنة، محمد صفر 20 سنة، جبع عبود 20 سنة، حسن حسون اللي في الساحل الآن عنده 20 سنة، بدر طارق 23 وعبد الله عمار 22. يعني الأسماء اللي بتكلم عنها في النادي العربي هذا جهد كبير يسجل بالتأكيد للنادي العربي، واللي جهز هؤلاء الشباب بعد القيبة الطويلة عن الدوري، لكن فعلا قدر يصبر وينال ما يريده، وهو حصوله على درع الدوري الكويتي لهذا الموسم 2021 بعد غياب 19 سنة اللعب. للحربي بيحاول يمر، ممكن يلعب العرضية يكسب فيها ركنية، حسين الحربي وأول ركنية للعربي، أول طبعا أنت بتتكلم اليوم عن المجموعة اللي تلعب، أول مرة نشاهد هذه التشكيلة طبعا للنادي العربي، أول مرة يعني ما كانوا مع بعضهم، أتكلم موجودين مع النادي العربي لكنهم لأول مرة يلعبون مع بعض، يلعبون مع بعض طبعا الوشاح وفلسطين في قلوبنا دائما بالتأكيد، العرباوية وخيطان أيضا يحملون لاعبين الفريقين. الركنية الأولى للعربي، ركنية في أول 13 دقيقة، ملعوبة الركنية للعربي وتمر من الجميع إلى وين، ضربة مرمى لنادي خيطان، لنادي خيطان. تكلم عن أسماء يعني فعلا تتألق مع النادي العربي هذا الموسم، السنوسي هادي اللاعب الليبي اللي أجمع كل النقاد الرياضيين والإعلاميين وحتى اللاعبين في الأندية على أنه أفضل محترف في الدوري الكويتي هذا الموسم، يستاهل حقيقة على مجهوده. عدي الدباغ الفلسطيني اللي انتقل من القادسية لليرموك وأخيرا يستقر مع الأخضر العربي ويتألق ويكون هو المتواجد، وهو أيضا هدافا للدوري الحقيقة ب 13 هدف، متفوقا على الدولي يوسف ناصر ب 11 هدف، وأيضا أسماء أخرى يعني تتكلم عن محمد فريح الخبرة ولا السليمي ولا بندر ولا علاء الدالي، مجموعة كانت قدمت الشيء الجميل لجمهور النادي العربي. اليوم أغلبهم على دكة الاحتياط، هذه الكرة مع حسين الحربي والخطأ لنادي خيطان، خطأ لنادي خيطان مع أخوان ما الأسباني، خطير يلعب في الجهة اليسرى أخوان الحقيقة، لاعب متمكن ولاعب ممكن يدي دور كبير. أولسون أيضا الأسترالي ممكن، وهناك السنغالي موموسيسي في الدفاع، واحد من المدافعين في خيطان الحقيقة مميز مميز
لعبت على طول على العموم. فيها صافرة وفيها خطأ للنادي العربي. خطأ راح ما تشوف طبعا الأداء اللي أنت متعودة عزيزي المشاهد للنادي العربي، لأن الأسماء اليوم كلها مختلفة، كلها تماما مختلفة عن التشكيلة اللي يبدأ فيها دائما بالأسماء المعروفة. سليمان عبد الغفور أيضا الحراسة حتى على دكة الحياد غير موجود، لأنه بيحافظ على نفسه وحقيقة كان مصاب والأمور طيبة إن شاء الله. أخوان ما يقطعها والمحاولة مقطوعة، عبد الله عمار، عمار يسلم، خطيرة 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 للعربي، لكن آخرها آخرها وانتهت خطورتها مشاري الكندري. مشاري الكندري المرتدة سريعة، جمعة عبود يتركها خارج الملعب إلى رمية التماس. أوه كرواتي أنت ميشا، أنت البطل بالنسبة للمدربين المتواجدين الحقيقة في كرة القدم الكويتية في هذا الدوري، دوري STC لأندية الدرجة الممتازة. هو العريس مع فريق النادي العربي متوجا في 2021 بطلا للدوري الكويتي، وبعد قيبة طويلة للأخضر العربي. للأخضر تكلم عن القادسية عندهم أسباني بابلو فرانكو كاظمة بيتو بيانديتش أيضا أسباني، خيطان كان عندهم أسباني كامبلو لكن اليوم أصبح بديلا عنه الوطني هاني الصقر. الشباب عندهم الصربي أيضا مارجان، وأيضا يبدو أنه خلاص انتهت الأمور معاه، ولكن يبقى التفوق الحقيقة لهذا المدرب الكرواتي أنتي ميش. طبعا الكويت اللي أيضا استعانوا في مدرب منتخبنا الأولمبي السيد كارلس غوانزاليس، ولكن لم يكن موجودا في الحقيقة المنافسة على اللقب هذا الموسم. الكويت مقطوعة، أولسون عند شمال غوية بيحاول هاتو خذ مع البيليش، ترجع مرة ثانية في النص مقطوعة للعربي، والكرة السريعة ممكن سريعة للحربي، فيها خطأ على الحربي مع حسين اسماعيل. برافو، انتظار جميل، حاول ينطلق لكنه عمل الخطأ. وعلى العموم تبقى مومو سيسي لعب لكرة حلوة، اخوان ما يحصلها، وخطير اخوان ما بيلعب العرضية، لكن التواجد لعبد الله عمار على الجهة اليمنى. عبد الله عمار واحد من الشباب اللي قدم النادي العربي هذا الموسم، ولكن إلى ركنية هي الثالثة الآن لنادي خيطان. ركنية توجيهات على الإشراق حارس مرمى النادي العربي، إخوانهم يلعب الركنية والرأسية ممكن تمر ولا زالت خطيرة، تبعد على طول وتبقى إلى أولسون رجع وراء أولسون إلى حارس مرمى، حارس أيضا مميز هو الحقيقة أحمد الدوسري عربي في الصدارة في 17 مباراة، حقق 13 فوز 4 تعادل، لم يخسر، سجل أكبر نسبة من الأهداف، هجوم أقوى هجوم بال 38 هدف عليه 15 هدف، مشاركا القادسية في أقوى دفاع يعتبر 43 نقطة، القادسية 36 نقطة، الكويت الثالث 31، كاظمة رابعا ب 25 نقطة. نتكلم عن العاشر والتاسع والثامن في مهمة صعبة، عندهم 13 نقطة، خيطان الساحل الفحيحين الشباب يتفوق شوية عليهم ب 16 نقطة، لكن الأمور اليوم تتضح خاصة للتاسع والعاشر اللي راح يودع بالتأكيد دوري STC لأندية الدرجة الممتازة. في الدفاع موسيسي بتشكيلة مختلفة عن جميع مباريات النادي العربي يلعب أمام خيطان اليوم، ومريح كل لاعبينه، والمحاولة بيلش يقول له العب، يقول له العب علي محمود، والتسديدة ولا زالت فيها الخطورة، قريب جدا كان علي محمود، قريب جدا للاعب فواز بيلش، خطير، واحد الهدافين، واحد اللاعبين البارزين الحقيقة هذا الموسم مع فريقه، أحد الركائز الأساسية في منتخب ناشئين والشباب والأولمبي فواز بيلش لاعب نادي خيطان. هذه اللعبة شوف، وهنا السقوط يقول له ابعد عني وخلني أتكلم أنا مع ربعي. شوف اللعبة مع أيضا أحمد رحيل، ممكن مع أحمد رحيل
فيها تلامس ممكن الآن يستدعى من سعد الفضلي الفي آر الفي اي آر شوف الكرة والإعادة فيها الإفادة لكن حكم مباراة طبعا بيتأكد أكثر بيتأكد أكثر أحمد رحيل ماذا عمل في هذه اللقطة وينتظر طبعا خيطان مطالبة بركلة جزاء المطالبة بركلة جزاء لكن المس بعد السقوط أم ماذا علي محمود هو اللي راح يقرر ويتأكد على راحته وخيطان طبعا اللي يبحث عن شيء اليوم لا هو الفوز ولا غيره بالتأكيد لأن التعادل ما راح ينفعه بالتأكيد القصارة تبعده تماما وعلى العموم علي محمود بقى ينتظر كثيرا في هذه اللقطة حتى يقرر بعد ثواني عن ماذا دار يقول له أنا ماني شايف شكله بالإشارة طبعا في رأسه مع زميله سعد الفضلي ويعقوب السهيل على العموم سننتظر سننتظر ثواني أخرى اللقطة عندك من جانب واحد أو من جهة واحدة علي محمود ماذا يقرر الآن علي محمود يصفر ركلة جزاء ركلة جزاء لخيطان بعد التأكد مع زملاء علي محمود نقول فواز المبيلش الخطير يكسب ركلة جزاء الآن الدقيقة 21 الدقيقة 21 الشوط الأول من المباراة ركلة جزاء لخيطان يتكفل فيها جيمي يتكفل فيها جيمي أيضا جيمي سياد الحقيقة هداف وعنده 11 هدف خطير من قيطان وعنده هدفين من ركلتي جزاء عنده هدفين من ركلتي جزاء وعنده 11 هدف اللاعب جيمي الأسباني إذن اللاعب جيمي الأسباني جيمي الأسباني هو يبحث عن نفسه ضاعت يا جيمي و11 هدف ما نفعوك ويحطها برا حطها برا شوف شوف على الزاوية اليسار لكن بعيدة ضيعها وضاع هدف التقدم لخيطان وفرصة ما تعوض لخيطان بالتأكيد في هذه اللقطة ركلة الجزاء ضائعة من اللاعب جيمي الأسباني صاحب 11 هدف ما عليه 11 هدف 20 هدف ركلة الجزاء فيها حسابات أخرى ملعوبة عربي حتى الآن العربي مواخد على وضعه بالتشكيلة الحربي حاول يمر من الأول مر من الثاني ويدخل مرة ثانية وتنقطع أيضا طلال بيتابع تبقى لإخوان ما ولكن هي في النهاية إلى رمية تماس إلى رمية تماس إذن إخوان ما ضائع فوق العارضة أو خارج القائم الأيمن تقريبا خارج القائم ركلة جزاء ركلة جزاء ضائعة سلامات سقوط وجمعة عبود أحد أبطال النادي العربي بالتأكيد بالسلامة على أرضية الملعب شوف شوف وين لعبها ولو أني طبعا ردة الفعل فقط بيعطيك مخرجنا دالله خضر لكن هو ضيعها بعيدة عن المرمى والفرحة ما تمت لخيطان بركلة الجزاء الضائعة بركلة الجزاء الضائعة هذا التدخل مع اللاعب جيمي وعبد الله عمار على أرضية الملعب سلامات سلامات إن شاء الله بالسلامة عبد الله عمار يقوم ثلج شوي الشباب والقادسية وصلتنا نتيجتهم الحقيقة الشباب يتقدم بهدف لأوسينو سيزار المهاجم الخطير في نادي الشباب مهاجم الخطير في نادي الشباب بالتأكيد خط رمية التماس رمية التماس الآن لعب على جهة اليمين أولسون أولسون حاول أولسون
رجع للخلف يمكن يلعب هات وخذ معه طلال الانصاري انقطع للعربي قطوعه للعربي حاول عبد الله عمار حصلها سريع عبد الله عمار حاول يمر ولكن وين الى رميه تماس الى رميه تماس كان المساعد الاول الاجراق شوف هذه اللعبه لا ما هي باليد سلمان العوضي الحقيقه ايضا شاب وعدى دور ولا ينسى مباراته امام الكويت سلمان العوضي اللي تالق فيها وخاصه في القسم الثاني الحقيقه ايضا العربي يحقق فوزه على الكويت ومنها بدا الحقيقه المشوار خلاص والمحافظه على النتائج الطيبه اللي يقدمها النادي العربي جمعة عبود يلعب كره قويه ترك عبد الله عمار خارج الملعب حتى الان النتائج يعني اللي وصلتنا مشكورين الاخوان اللي يطرشونا حتى نعطي المشاهد في كل مكان الحقيقه والمتابع اللي مباريات اليوم في الجوله الاخيره جوله رقم 18 لدوري اس تي سي لانديه الدرجه الممتازه الكويت 1-1 مع السالميه الشباب 1 على القادسيه خيطان مع العربي هنا 0-0 وضيعوا خيطان ركله جزاء لفحيحيل 1 على الساحل لو تسمعون الجمهور العرباوي برا المدرجات لو تسمعون الجمهور العرباوي برا المدرجات ناطر التتويج وناطر انه يتواجد في الملعب بعد طبعا انتهاء المباراة لان الممنوع دخول الجماهير بالتأكيد ولكن فرحتهم لا زالت مستمرة العرباوية وهذا حق مشروع شاري كندري يحصل على الخطأ الان شاري يحصل على الخطأ وهو طبعا اصبح الكابتن اليوم الكابتن النادي العربي منه شاري بقياب عبد الله الشمالي القلب النامض للنادي العربي قلب نابض فعلا في هذا الوسط وهذا الاداء الرائع جدا استقراب ايضا كبير على المدرب في ان عدم الاختيار لكن هذا مدرب في النهايه للمنتخب ولكن ايضا نحترم قراره ونحترم رايه ولكن هو يبقى مع النادي العربي وجميع من لم يحالفهم الحظ في ان يتواجدون مع الازرق الكويتي في الفتره القادمه ان شاء الله بالتاكيد هم كبار مع انديتهم ومعروفين بجماهيرهم ومحبينهم بالانديه الخطا الان ل خطأ للعربي وين راح تتنفذ بدر طارق يجرب الله 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 الله, الله. ولا زالت ومرت ايضا من الجميع في رايه وفي تسلل على جمع عبود التسلل على جمع عبود لكن والله كره قويه جدا ايضا يتالق فيها احمد الدوسري يتالق في الدقيقه 28 در طارق كره قويه والحارس مثل ما تالق على الاشراق والان في الدقيقه 9 من الكره الانصاري الثابته الان يرد احمد الدوسري وينقذ مرماه من هدف مؤكد عوبات عربي يرسل كرة من أحسن سلمان العوضي سلمان بيرجع فيها مرة ثانية سلامات أيضا صوت سلمان العوضي على أرضية الملعب واحد من الوجوه الشابة هذه الكرة الجميلة جدا الحقيقة من الاثنين أساسا كانت جمع عبود في التسلل وشوف بدر طارق بقوته يا سلام على الاثنين بدر طارق وايضا برافو لحارس مرمى نادي خيطان احمد الدوسري دائما يتالق احمد الدوسري تاكيد حاول المرور اولسن تغطيه موجوده وتبعد الصراع المهم جدا الحقيقه اللي يجمع طبعا الفحيحيل والساحل لان الاثنين نتكلم عن شوف الكرة القوية الحقيقة وكان فيها بعدها التسلل على جمع عبود يعني المنافسة فحيحيل 13 نقطة الساحل 13 نقطة خيطان 13 نقطة ديل الثلاث هما اللي وضعهم اليوم الصعب جدا
عكس النادي العربي اللي مرتاح وخلصها في الجولة رغم 17 وحقق فيها البطولة رغم 17 في 2021. التتويج اليوم هنا سيكون على استاد صباح السالم بالنادي العربي. شكرا ايضا خيطان لتعاونهم رغم ان المباراة تهمهم ويهمهم ايضا لما يكونوا على ملعبهم، لكن ابوا الا انهم يشاركون فرحة النادي العربي وجماهيره ورئيس مجلس الإدارة واللاعبين والإداريين والمحبين. فشكرا خيطان على هذه البادرة الطيبة أيضا أنك تلعب على الملعب اللي أنت تبحث عن شيء تأخذه من العربي، وممكن جاءت الفرصة ليسجل حقيقة خيطان هدف في الدقيقة 21 من ركلة جزاء ضيعها جيمي الأسباني هداف الفريق ب 11 هدف. العوبة على اليسار لكنها أيضا خارج الملعب، خارج الملعب. الى رمية تماس عبد الله عمار، عبد الله عمار العوبة رمية تماس ما توصل سلمان العوضي، حسين الحربي تنتهي رمية تماس الان قريبا 31 دقيقة 31 دقيقة تعادل سلبي 0-0 تعادل سلبي 0-0. العربي سمعون جمهور العربي ما هو في الملعب، برا الملعب برا أسوار النادي العربي. برا أسوار الملعب بيعطي دقيقة حكم المباراة، بيعطي دقيقة راحة. الجو حار نعم استحق بالتأكيد. كاظم ايضا هناك يتقدم على النصر، الشباب يتقدم على القادسية، ولف حيل يتقدم على الساحل، والمباريات في اللحظات الاخيرة خلاص. العربي 43 نقطة في المركز الاول، طبعا واضح محمد الملا مدير عام كرة القدم توجيهاته مع فيصل عوض المنسق الاعلامي النشط الامانة في نادي خيطان وزميلها مشعل أبجل في النادي العربي. توجيهات للفريقين، خيطان راحت ألف فرصة هدف أول من ركلة جزاء ضيعها الأسباني جيمي هداف الفريق. هنا ركلة الجزاء بقرار حكم مباراة، وشايفة شوف جيمي وين لعبها، بر بر على الزاوية يسار عالية وبعيدة خارج. هنا أوضح وصح، شايف وين 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 ضيع الطريق، رغم انه مسجل 11 هدف ضيع الطريق امام العربي وما عطى الفرحة كاملة لهاني الصقر هذا المدرب. لكن الفرحة تعود للكرواتي انتي ميشا اللي يبحث عن نفسه بانجاز بفوز، يبحث عن الفوز رغم 14 من 18 مباراة من غير خسارة. انجاز كبير يسجل له هذا المدرب بالتأكيد، كما كان ليبونياك ايضا بانجازه في 2015 مع النادي العربي. لكن الكرواتي لا حسمها بحصوله على بطولة دوري STC لأندية الدرجة الممتازة هذا الموسم، وقبل جولة من نهاية الدوري وهي الجولة رقم 17 ليفرح الجمهور العرباوي بالعودة من جديد وحصوله على الدوري لينضم لكأس الأمير الغالية في الموسم الماضي. وهنا الكرة الكويتية تعود من جديد مع العربي والكويت والقادسية وإن شاء الله كاظمة والسالمية والنصر وبقية الأندية حتى تشتعل المباريات ويشتعل اللاعب وتعود الفائدة بالتأكيد لمنتخبنا الوطني من جميع اللاعبين. ملعوبة تهدئة عبد الله حسن، أنا أحيانا نوقف أسمعكم. هذا جمهور العربي لكن خارج أسوار النادي العربي. واحد يقول شون تسمعون صوت؟ نعم احنا في الكباين ومفاتحين طبعا الدريشة مالتنا الخاصة فينا، فلذلك ايضا نستمتع بهذا الصوت الجميل الجميل جدا لجماهير النادي العربي. تلعب عبد الله عمار، عبد الله عمار خارج الملعب. إذن رمية تماس
رمية التماس تلعب لي عبد الله. إيه لا علي إشراق، علي إشراق لعبها علي إشراق على اليسار النادي العربي في مباراة الأخيرة أمام خيطان في النص، تعود لحسن حمدان في دفاع النادي العربي، علي خلف ما هم متفاهمين أكثر بالتأكيد المجموعة اللي تلعب اليوم. وهذه التمريرة بينية حسين الحربي تنقطع من أمامه، طلق فيها مومو سيسي السنغالي مرتدة لنادي خيطان في لاعب من العربي، ويا روح رياضية عالية الحقيقة، برافو برافو طلال الأنصاري، طلال الأنصاري رغم أن الهجمة لخيطان لكن طلعها برا الملعب رمية التماس بروح رياضية عالية لأن حسين الحربي هو على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله، وأيضا في لاعب من خيطان شايفه أيضا في منتصف الملعب يسقط على أرضية الملعب. تتكلم عن الأبطال القادسية 17 بطولة والعربي 17 بطولة، دوري الكويت 16 بطولة كاظمة، والسالمية بأربع بطولات، الجهرة البطل الوحيد أيضا ينضم لهم في موسم 89-90 موسم 89-90. سلامات أيضا يبدو ومسيسي اللي هو بدأ الهجمة، اللي بدأ الهجمة هاني الصقر كان بيفرح في الدقيقة نقول 21 من ركلة جزاء أضاعها هداف الفريق الأسباني جيمي. دكة الاحتياط والبدلاء والإداريين في نادي خيطان، ويبدو أن في تبديل، يبدو أن أيضا السنغالي مومو سيسي اللي قطع الهجمة ووصل وبعدين أصيب. سلامات إن شاء الله هايري علي مندني وأحمد النجار والجهاز الإداري والفني والطبي بالنادي العربي أيضا يتواجدون. فرحة العرباوية ودكة الاحتياط باللاعبين الموجودين، وهم اللاعبين على فكرة اللي فرحوا الجمهور العرباوي هذا الموسم لكنهم موجودين: علاء الدالي، بندر السلامة، السنوسي الهادي، عدي الدباغ، السليمي، محمد فريح موجودين على دكة الاحتياط، والبقية خارج التشكيلة لكنهم موجودين في قلوب كل العرباوية بالتأكيد، وجماهير العرباوية المخلصة والوفية لفريقها اصبروا وقدروا ووصلوا وحققوا ما هو مطلوب، هو الدوري الكويتي في 2021. هجمة لخيطان فواز بيليش لكن تنقطع، احمد رحيل حاول يلعبها على طول لعبد الله حسن، حاول لكنها ايضا مقطوعه خارج، وسقوط لمشاري الكندري. ممكن الشوط الثاني يشهد تغييرات المدرب سواء هاني الصقر او انتي ميشا الكرواتي مدرب النادي العربي، كثير يعني لأول مرة بيشاهدون يعني هالتوليفة وهالتشكيلة تحتاج إلى فترة، تحتاج لمباريات حتى يتأقلمون، الدفاع والنص والهجوم هذه أمور أيضا تكتيكية للاعبين. محاولة تسديدة، الله أظهر وبان عليك الأمان، علي خلف، علي خلف يرسل واحدة بشماله قوية، بشماله قوية علي خلف، ولكن شوف 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 شماله مرت قريبة للقائم، يقول له ركنية، هو يقول ما لمسها ما لمسها، حكم المباراة يقول ما لمسها الحارس. في الدقيقة 39 أول ظهور حقيقي للنادي العربي بجانب القائم الأيسر، أول كرة اللي قبلها طبعا الأولى كانت لبدر طارق أيضا تألق فيها الحارس، والآن علي خلف يقول أيضا شالها الحارس، لكن على العموم لم تحتسب ركنية. برا الملعب رمية التماس تلعب أحمد الدوسري حارس المرمى، حاول أيضا الطويل لعبها في النص ما توصل
محمد عنتر كان ايضا في على العموم. احمد رحيل، حسن محمود، حسن حمدان، عبد الله حسن محمود هناك في القلب الدفاع في تشكيلة العربي الجديدة على كل المشاهدين والمتابعين للنادي العربي خلال مشوار يعني 17 مباراة. أول مرة التشكيلة تكون في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة، خلاص هو حصل على المطلوب وعطى فرصة الآن للناس بتشارك، إن الآن 11 لاعب أيضا شاركوا بالإنجاز الكبير اللي حصل النادي العربي هذا الموسم، وهذا حق مشروع لهم، وهم كانوا جاهزين تحت الأنظار في أي لحظة للمدرب الكرواتي أنتي ميشا، لكن هو مشى بمجموعة الحقيقة وتبديلات موفقة لفريق النادي العربي هذا الموسم. عبد الله حسن محمود عود مرة ثانية، مشاري، كندري، غير مشاري، بدر طارق تروح منه سهلة، تعود جيمي، تمريرة من محمد عنتر، جمعة عبود تواجد، جمعة عبود كرة معاه، لعب له كرة وين خاطئة، حصلها اخوان مال اسباني، اسباني يبحث عن نفسه على اليسار دائما وينطلق ممكن، لكن يصلح خطأ جمعة عبود ويشيلها برا الملعب الى رمية التماس. خلاص 41 دقيقة، 4 دقائق تفصلنا عن نهاية مباراة اليوم في شوطها الأول. بالتأكيد أحبتي متابعينا عبر القناة الرياضية الكويتية، عرضية إشراق يتواجد حارس مرمى النادي العربي على إشراق، فوق كثير على إشراق الحقيقة، في النص علي خلف، علي أحمد خلف أبوه الغناص في النادي العربي يا ما حقق معاه البطولات، وايضا هو من حقق معهم الكاس الغاليه امام الكويت، علي احمد خلف، تمرير جمعه، حسن حمدان، هدوء في المباراه، والعربي بطل الدوري الكويتي، الدوري اس تي سي لانديه الدرجه الممتازه هذا الموسم، يتعادل خيطان معه حتى الان. مشاري لم صح، مشاري قل له افتح اللعب، لكن لانهم مو متفاهمين مو متعودين على بعض، تلقى حتى كل واحد ناسي وين مكانه ناسي، لكن هو ايضا المدرب بيعطي افضليه، عنده تبديلات ايضا 5 بدلاء ممكن يستعين فيهم الكرواتي انتي ميشا في شوط المباراه الثاني، يعني ممكن في سنوسي الهادي، ممكن خلنا نشوف وولسون والتسديدة ولا زالت خطيرة، جول الله ضاعت، ومرة ثانية وخيطان يضيع الجول ويضيع المرمى، خيطان خطير في الشوط الأول من المباراة، والدقيقة أيضا 43، الدقيقة 43 وولسون وتسديدة قوية تألق فيها الحارس، تألق فيها الحارس لمبيلش، فواز لمبيلش، شوف شوف فواز لمبيلش، شوف أولسون، شوف أولسون تهيأت تهيأت، نعم فواز لمبيلش ونوت تسديدة، برافو حارس المرمى يشيل كرة جيمي، جيمي يشيل كرة جيمي، برافو على إشراق للمرة الثانية، على إشراق ومرة أخرى الدفاع أيضا يبعد في لقطة جميلة جدا الحقيقة من جيمي وحارس مرمى النادي العربي علي إشراق، صافرها فيها خطأ للعربي، خطر خطر خيطان في الشوط الأول، خطر يعني فرصتين فقط للعربي، وهذه الفرصة الثالثة ممكن أيضا لخيطان جيمي، ومن ثم أيضا دقيقة 44 تقريبا فواز لمبيلش، أيضا الدفاع يتدخل في المرة الأخيرة، في النص احمد رحي يلعب متاخر اليوم في هذا المكان في الوسط، تروح من مشاري ايضا قيب فتره طويله مشاري عن المشاركه مع النادي العربي، فيها صافره وفيها خطا، فيها صافره وفيها خطا، فيها عصبيه شويه من علي محمود، واخيرا يعتذر منه محمد عنتر، ولا انا شايف خلاص ابعد عن
الامور اللي تاخر اللعب خطا على خطأ على خيطان خطأ ملعوبة الآن والرأسية والدفاع خيطان يشيلها سلمان العوض هناك يا جمعة عبود رجع وراء حسين الحربي خلاص 45 راح نلعب في الوقت بدل ضايع دقيقتين من الوقت بدل ضاع وهذه وين الكرة إلى ركنية نعم دقيقتين كوقت بدل ضايع في الشوط الأول من المباراة والركنية الآن الثانية هي للعربي لكن العربي حقيقة ركلة جزاء ضاعت على خيطان وفرصة مؤكدة أيضا لجيمي أيضا يتألق فيها الحارس وهذه الركنية لعبت مشاري وين يا مشاري نعم اللاعب إذا ما لعب مباريات فعلية مع فريقه في المباريات الرسمية ما راح يعطيك بالتمرين في مباراة ودية تختلف لكن هو عطى كل شيء لزملائه وقعد مع زملائه وشارك زملائه على دكة الاحتياط وأحيانا يكون خارج التشكيلة لكن على العموم الشوط الأول أوشك على النهاية خلاص بالتعادل السلبي عبد الله ناجي هو طبعا هو اللاعب بديل مكان مومو سيسي المصاب الحقيقة يعني كتبديل إجباري لهاني الصقر اللعبة شوف ما في تفاهم ما في أيضا أخذ أماكن مناسبة للاعبي النادي العربي بتشكيلتهم حاول المرور سلم على اليسار جيمي سلمها بالنص تغيم الرشيدي واحد من الركائز الأساسية واللاعب المقاتل مع خيطان في أرضية الملعب تغيم الرشيدي الحقيقة بمستواه العالي لفريقه تعود للخلف يبدو خلاص ثواني على نهاية الدقيقتين اللي أعطاه على نهاية الدقيقتين هذه الكرة المحاولة على طول تبقى بيد هنا ممكن الأنصاري لعبها على الأولسون أولسون لحظات أخيرة ولكن أيضا برا لحظات أخيرة نعم ثواني وصافرة حكم مباراة علي محمود ينهي فيها شوط المباراة الأول بالكرة الرأسية أيضا الضايعة من هذا اللاعب اللي ضاع ركلة دوري STC لأندية الدرجة الممتازة قبل النهاية بجولة وتحديدا في الجولة رقم 17 حقق الدوري للمرة رقم 17 في تاريخه واليوم التتويج في الختام في تاريخ 17/5/2021 علي محمود يبدأ المشوار في شوط المباراة الثاني على بركة الله نبدأ شكرا للزميل عبد الله الأنصاري شكرا لضيوفك الأعزاء المتواجدين معك في هذه الأمسية الرياضية وفي ختام الدوري لهذا الموسم هذه محاولة لخيطان مبكرة لكنها انقطعت وأخيرا برا الملعب إلى ركنية برا الملعب إلى أول ركنية لخيطان هي الأولى في الشوط الثاني والرابعة في المباراة خلينا نقول مع أول دقيقة من الشوط الثاني خلينا نشوف الركنية ونعطيكم التبديلات اللي بداها العربي بالسنوسي الهادي وغادر مشاري الكندري ركنية لخيطان ملعوبة الركنية عالية ولا زالت خطيرة والمتابعة هو والجول جول يسجل للاعب اللي ضيع ركلة الجزاء للاعب اللي ضيع ركلة الجزاء جيم الأسباني أول دقيقة من المباراة في كرة وارتدت ومن ثم يسجل ويعوض ركلة الجزاء اللي ضيعها إذن خيطان شوف دربكة لما اللعبة قوية ارتدت من الحارس وهيأها محمود ووضعها عبد الله حسن محمود هو اللي هيا شوف وجد مكانه امام المرمى ومسجلا اول اهداف المباراة في الشوط الثاني جيمي الاسباني يعوض ركلة الجزاء ويسجل هدف مبكر في اول دقيقة
في أول دقيقة. إذن الأمور تسير في المباراة، وأول خسارة حتى الآن أول دقيقة للعربي، هل تكون على يد خيطان اللي يبحث عن نفسه؟ وفي مباراته هذه نهائية تعتبر على يعني كأنها كاس، لأن لابد من الفوز حتى يبقى في الصراع هناك مع الساحل والفحيحيل، والفحيحيل اللي تقدم في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء على الساحل، والشباب تقدم هناك على القادسية أيضا بهدف. لكن خيطان الآن يتقدم على بطل الدوري، وهل يحدث المفاجأة خيطان ويكون أول فريق يهزم البطل؟ وهذه كرة ملعوبة لكنها برا الملعب إلى ضربة مرمى، برا الملعب إلى ضربة مرمى. تتكلم عن مجموعة يعني التبديل اللي أجراه السنوسي الهادي فقط في بداية بين الشوطين حتى لا يحسب تبديل، يبقى له هناك أيضا ثلاث أوقات للتبديل طبعا، واللي بين الشوطين لا يحسب، لا يحسب أيضا. على العموم أحمد الدوسري يلعب كرة طويلة، قولة عدم التفاهم ما بين لاعبين العربي بالتأكيد، لأن المجموعة أيضا غير متفاهمة غير متجانسة، أول مرة يلعبون مع بعضهم، ليس الدفاع لكن هذا الواضح أمامنا. هنا كرة ملعوبة خيطان بتشكيلته الأساسية، وهذه ملعوبة أيضا تضرب في جمعة، ترجع مرة ثانية على الجهة اليمنى لكنها خارج الملعب إلى ضربة المرمى. عبد الله عمار يتركها خارج الملعب ضربة مرمى، هذه الركنية، ولما يلق منها الهدف اللي لعبها طبعا اخوان ما ترتد على طول من البديل الحقيقة شاهين العلي ايضا، شوف والتسديدة قوية للاسباني جيمي في مرمى علي شراغ اللي شال هدفين في الشوط الاول حقيقة. جيمي مرة ثانية عبا ترجع خيطان افضل احسن، وهنا التسديد، وهالمرة لا يمسكها على طول، ما نزلت من ما نزلت كرة علي شراغ الحقيقة اللي طابت. وعلى العموم خيطان يتقدم مع أول دقيقة في الشوط الثاني ويسجل، ويسجل طبعا. خيطان عنده 13 نقطة، ساحل 13، حيل 13، اللي يبحث عن الفوز حتى يأمن مكانه، لأن هناك في مباراة مهمة تجمع الحيل والساحل، يعني اللي هناك الفوز لأي فريقين، وهنا حتى التعادل بيكون في صالح خيطان لو تعادل أيضا. ملعوبة السنوسي الهادي بيلعب العرضية وتمر، ولا زالت خطيرة لكن أيضا تبعد، مرت إلى أخوان ما الأسباني اللي في الجهة اليسار دائما يلعب، مرتدة لخيطان، مرتدة لخيطان، شاهين العلي اللي بدأها نقول، ولعوبة سريعة، وهنا محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، ممكن ممكن ممكن، والحارس علي شراق يتدخل ويبعدها، وأخيرا يكمل مرة ثانية ويأخذها ويشيلها، بيشيلها شراق، علي شراق حارس مرمى النادي العربي، بعدها على طول يلعب كرة جمعة عبود، النصر هناك يتقدم على كاظمة 2-1، النصر سجل هدفين يعني في الشوط الثاني، لأن الشوط الأول كان كاظمة متقدم بهدف. خيطان هنا يتقدم على العربي على بطل الدوري، وأول خسارة تكون على يد خيطان الله أعلم، لكن لا زال المشوار طويل طويل، هناك يعني 6 دقائق الآن من الشوط الثاني، بدينا في 6 دقائق، تسديدة الله، ولا زالت ولا زالت خطرة، وممكن الحربي، العربي يبحث عن التعادل، ولا زالت خطيرة، وين علي خلف بيضيعها، السنوسي الهادي يبدأها قوية، السنوسي الهادي، شوف شوف اللعبة، الله الله الله، برافو يا حارس المرمى، برافو الحارس الحقيقة الدوسري على مرتين، والتسديدة الثانية وأيضا يبعدها، شوف السنوسي قوية قوية قوية، لكن لكن أحمد الدوسري وكرة علي خلف أيضا قوية، ومن ثم الحربي بتضيع، سلامات السنوسي والحارس وعلي خلف وأيضا الحارس بنفس الوقت في الدقيقة 6 من الشوط الثاني، إذن المباراة بدأت قوية وبدأت سريعة،
لخيطان اللي يبحث عن نفسه، منظر جميل. مخرجنا ايضا عبد الله خضر، ويعطينا في الاجواء من استاد صباح السالم بالنادي العربي، والافراح بالتاكيد للنادي العربي حتى وان خسر في هذه المباراه، انه متوج بطلا ب 43 نقطه من 18 مباراه، وبفارق ايضا القادسيه 36، الكويت ممكن يكون لل 34 لانه فائز. هاني الصقر تعود له الحياه من جديد مع خيطان، وممكن يسجل التاريخ بانه ينجح ويبقى فريقه في انديه الدرجه الممتازه. لكن الامور لا زالت في بدايتها، وهذه كره ملعوبه تلعب. خيطان فاجأ النادي العربي بهدف مبكر جدا عن طريق الاسباني جيمي اللي اضاع ركله جزاء في الدقيقه 21 في الشوط الاول من المباراه. على العموم ملعوبه في النص. بدر طارق، بدر طارق كورتين ايضا يضيعون على العربي، كورتين ضاعوا على العربي الحقيقه من السنوسي وعلي خلف، ولكن الحارس تكفل فيهم. احمد الدوسري يتالق في ثلاث كرات في المباراه حتى الان. محاوله علي خلف يمر من الاول لكن انقطعت. علي يبحث مره ثانيه، توصل في النص، يلعب على الكره السريعه لجيمي، تنقطع من امام جيمي، توصل لعبد الله عمار. واحد من الوجوه الشابه في النادي العربي، لعلي خلف، سلم الى عبد الله حسن محمود السنوسي الهادي. بدر طارق السنوسي الهادي يغير على اليمين، ممكن نعم يغير تماما في الجهه اليمنى اللي عبد الله عمار. تلعب هات وخذ مع السنوسي الهادي، بيعلي كره داخل منطقه 18. الله، خطفها الخطاف سلمان العوضي، واللي صنعها السنوسي الهادي. خطفها الخطاف اللاعب سلمان العوضي في الدقيقة، خلينا نقول 10، في الدقيقة 10 العربي يعود ويسجل سلمان العوضي هدف. شوف انتقل هناك السنوسي الهادي، يا ولد من بين المدافعين يرسم كرة بالهندسة السنوسي الهادي الحقيقة، ويسجل منها سلمان العوضي هدف التعادل 1-1. الشوط الثاني أول دقيقة خيطان، وهذا الهدف الأول للعربي هو هدف ثاني في المباراة طبعا بين خيطان والعربي. سنوسي الهادي يصنع أول كرة ويرسم أول كرة لزميله الشاب سلمان العوضي. سلمان العوضي يعادل النتيجة بالتمريرة الرائعة للسنوسي الهادي. حكم مباراة أيضا يوجه اللاعبين ويهديهم ويقول لهم خلوا حالكم معنا، شوف الكرة هذه والمشاركة مع عبد الله عمار. حكم مباراة كان غريب وعطى ركلة جزاء على فكرة في المباراة في شوطها الأول علي محمود، ولم يتردد لنادي خيطان بعدما استدعوه في الفي اي ار سعد الفضلي وزميله يعقوب السهيل. اذا ثبت راح يلعبها على الاشراق 1-1. لم يرضى العربي بالخسارة، واضح لم يرضى العربي بالخسارة، يريد أن يتوج مشواره في هالدوري هذا الموسم 2021 بدون خسارة، ودون خسارة تأتيه في المباراة الأخيرة في الجولة الأخيرة. يقول لا، سلمان العوضي يعيد المباراة من جديد. حبايب حتى الآن خيطان والعربي 1-1. توصل سلمان العوضي صاحب الهدف، وهنا تسديدة من برا، عطته الكرة هذه سهلة، لكن هو الهدف عطاه ثقة أكثر إنه بيشوت. شوار العربي الجميل الحقيقة بالانتصارات وبالفوز ب 13 مباراة، والآن
هو التعادل الخامس حتى اللحظة له، لأنه هو متعادل في أربع مباريات. العربي أمام الكويت 1-1، أمام الغاتسية 2-2، وأمام الغاتسية أيضا 3-3، وأمام النصر 0-0. والمرة الوحيدة العربي الذي لم يسجل في مشواره خلال 18 مباراة حتى الآن لم يسجل في مرمى النصر 0-0، انتهت في القسم الثاني. كل المباريات كان يسجل العربي إلا المباراة اللي يلعب أمام النصر وتعادل فيها 0-0 بالتأكيد. ملعوبة في النص، سنوسي الهادي أعاد الحياة، عطى ثقة، واحد من أفضل اللاعبين في التمرير، ويعني نقول الأكثر صناعة للأهداف حتى الآن. هو يعتبر أكثر من 12 أو 13 تمريرة جاء منها هدف لفريقه. هو أيضا هو بنفسه مسجل السنوسي الهادي 6 أهداف. اللاعب المميز، اللاعب الأفضل، اللاعب المتألق في العربي وجميع الأندية هذا الموسم هو الليبي سنوسي الهادي. بدر طارق، بدر طارق بعيد، صاروخ بعيد المدى، صاروخ بعيد المدى، لكن التعلق ايضا للمبدع الحارس احمد الدوسري. والله برافو عليك يا احمد الدوسري، لكن كرة قوية جدا ومن مسافة بعيدة. عدنا عبد الله خضر، شوف شوف شوف، اوه برافو بدر طارق صاحب التسديدات القوية، ولكن التألق للحارس احمد الدوسري. احمد الدوسري في الدقيقة 14 الشوط الثاني، بدر طارق، تألق للحارس احمد الدوسري في خيطان، كان ممكن يأتي الهدف الثاني. شوف العربي بدأ يشوت كرات من برا 18، واضح او قبلها كانت سلمان العوضي، والان بدر طارق محاولة تبغى لعبد الله حسن محمود، وهذه تسديدة اخرى. اوه الظاهر عطاهم الضوء الاخضر، الظاهر عطاهم الضوء الاخضر. شايف التبديلات الان، ممكن محمد فريح وعبد الله، محمد صفر نعم، تبديلين على اليسار وعلى اليمين الخبرة. اذا محمد فريح راح يغادر عبد الله عمار، وايضا بيغادر عبد الله حسن محمود، ويلعب مكانه محمد صفر، اللاعب اللي تألق الحقيقة واختير للمنتخب الأولمبي بعدها الطريقة ما تلائم طبعا الكرواتي أنتي ميشا، لكن لعب بتشكيلة غير، كان أول يلعب 5 قبل أن يأتي الكرواتي أنتي ميشا للعربي، وكان أساسيا دائما محمد صفر، لكنه أصيب ومن ثم عاد الآن ليشارك، ويأتي نقول محمد فريح على الجهة اليمنى، لاعب الخبرة وصاحب هدف جميل في المباراة الأخيرة أمام الساحل. خيطان يضغط، بيحاول أيضا يلعب هدف ثاني، جيمي كرة معاه، صاحب هدف خيطان الأول، تغطية من بدر طارق، مر برافو، ولكنها برا 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 برا. إذن الخبرة يعود محمد فريح، المدافع الأفضل هجوميا الحقيقة في الدوري الكويتي، أيضا لم يكن له نصيب في المشاركة في المنتخب لاختيارات المدرب وقناعته بالتأكيد، ونحترم رأيه، ولكن يبقى محمد فريح واحد من نجوم النادي العربي وجماهير النادي العربي المحبة لهذا اللاعب وعشاقه، وأيضا لعبد الله الشمالي ولكثير من لاعبين أيضا أنديتنا القادسية، الكويت، كاظمة، سالمية، أندية الأخرى، ممكن كان فيهم لاعبين مميزين، لكن في النهاية يا جماعة هي 22 لاعب للتصفيات. ملعوبة بدر طارق، سلمان العوضي صاحب هدف التعادل، يسلم في النص، علي خلف كرة معاه، رجع وراء إلى أحمد رحيل ليه بدر طارق، بدأ يتحرك العربي، وهنا حسين الحربي بيحاول، لكن برا الملعب إلى ضربة مرمى. حسين الحربي بيحاول، لاعب نادي الكويت السابق وراح للجهرة وجاء للعربي ليكون متوجا مع النادي العربي درع دوري STC لأندية الدرجة الممتازة لهذا الموسم 2021. العربي اللي حقق الدوري في الجولة رقم 17، وهذه كرة ملعوبة العرضية، ممكن تبعد تبغى في النص،
سلام العوبة صح السنوسي الهادي. السنوسي الهادي يحاول يمر، يقول لا لعب علي محمود، كرة ما فيها شيء، اللعب توصل للدفاع. قريبة لي حسين اسماعيل. حسين اسماعيل حاول، حاولات لا زالت مستمرة لخيطان على الجهة الأخرى. بعدها جمعة عبود، صفر سلم كرة على الأرض، بدر حيل، حسن حمدان، ويلة توصل صح للعربي. الآن طلاقة بدر طارق، مرة يمين مرة يسار، الآن في اليسار بدر طارق بيحاول يمر، تنقطع من أمامه، تغيم الرشيدي، لاعب ذكي أيضا يقطعها. أولسون الاسترالي في خيطان يلعبها وراء، تعود التمرير الأمامية مقطوعة حسن حمدان، يتابع حسن حمدان صادم للأثنين من العربي، لكنها لجمعة عبود ممكن يحصلها. نعم جمعة عبود فيها خطأ، نعم أنت ضيعت اللعبة عليك، أنت يا جيمي ضيعت اللعبة عليك، أصلا هو سقط على الأرض يعتبر جمعة عبود، لكن على العموم خطأ، خطأ للعربي، خطأ للعربي. جمعة عبود ثبت، والبديل محمد الصفر. لا زال جمهور العربي خارج أسوار النادي يشجع بحماس، يشجع بحماس الحقيقة، وتواجد جماهير كبيرة للتتويج، بالتأكيد للتتويج. النادي العربي بعد غياب 19 سنة تقريبا، وآخر مرة العربي اللي حققه تقريبا في 2002 وانت الآن في 2021. نعم السنوسي الهادي، السنوسي الهادي يحاول لكن خطأ، خطأ تهيم الرشيدي أيضا بابتسامة جميلة الحقيقة، ابتسامة جميلة. وهذا هو المطلوب، اللعب النظيف ما بين الأثنين. العرباوية فرحين بالتأكيد، عربي بطل الدوري الكويتي للمرة رقم 17 وحسمها في الجولة رقم 17 وقبل نهاية الدوري بجولة واحدة، ورح يرفع طبعا الدوري الكويتي هذا الموسم بتاريخ 17/5/21. إذا رقم 17 الظاهر خير على النادي العربي هذا الموسم، ليحمل طبعا لاعب علي خرب رقم 17، فمحظوظ أنه يكون موجود، وهو من يأتي الحقيقة بكرة قوية كانت تألق فيها أيضا حارس المرمى أحمد الدوسري، وعنده 3 أهداف شالهم أحمد الدوسري، وهدفين شالهم على الإشراق في الشوط الأول. سنوسي الهادي تبديلات العربي، سنوسي الهادي، محمد صفر، ومحمد فريح، 3 بدلاء في الشوط الثاني. تشكيلة اليوم الأساسية لأول مرة يلعبون الـ 11 لاعب مع بعض، بدر طارق، محمد فريح، فريح نزل كرة داخل منطقة 18، وهدوء من أحمد الدوسري بيحصلها، أحمد الدوسري بيحصلها. اللعب على جهة يسار، وان وان ما هناك، ملعوبة لخيطان، حاول فيها طلال الأنصاري، تنقطع للعربي وترجع مرة ثانية للخيطان، محاولة على اليسار، خوان مال أسباني وين بيعرض ولا لا، بيعرضها خطيرة وتبعد رأسية من حسن حمدان، ولا زالت فيها الخطورة. أسترالي أولسون، أولسون، أولسون يحاول يمر، مار صفر معاه، البنية الجسمانية تختلف تماما ما بين صفر وأولسون، تغيم الرشيدي يبحث عن لاعب، غير راية، لعبة بينية ما توصل، تعود لشاهين العلي، رجع ورا، وقريبة لعبد الله الفيليتشاوي، فيليتشاوي لحسين اسماعيل، اسماعيل يلعب على اليسار، هذه محاولة، وان ما بيجرب نفسه ويشوت برا الملعب، الى ضربة مرمى للعربي، برا الملعب ضربة مرمى للعربي. بيسحب من؟ بيسحب أولسون، لم يعمل شيء الاسترالي، هاني الصقر، هاني الصقر بيسحب أولسون ويشرك الان محمد عبيد، لاعب خامة طيب وخامة طيبة الحقيقة في
خيطان. إذن محمد عبيد لأرضية الملعب، ويقادر الأسترالي أولسن مهاري وسريع أيضا. يا سلام حلوة، يعطي أفضلية حكم مباراة لسلمان العوضي. توصل السنوسي الهادي، السنوسي الهادي بيسلم بدر طارق، بدر يحاول تنقطع من إلي السنوسي في النص. علي خلف لعبها على اليمين، محمد فريح، فريح يغير، فريح هناك لي سين الحربي، سين الحربي بيرجع ورا، رجع ورا ويهدي حسن حمدان العربي، جمعة عبود، محمد صفر، حيل بدر طارق، واحد واحد حتى الآن. نتائج غريبة في الشوط الأول أيضا لبعضها تقريبا، حيل واحد على الساحل، شباب واحد على القادسية، الكويت 3-1 على السالمية، كاظمة الآن مع النصر 2-1 للنصر، كان كاظمة هو متقدم في الشوط الأول. العربي وخيطان 1-1 الشوط الأول، 0-0 والآن 1-1. العوبة طالب بخطأ يمشي، توصل بدر طارق، بدر يلعبها ورا، محمد فريح بيجرب نفسه، غير رايه، علي خلف، علي خلف، علي خلف بيشوت وتضرب اللاعب الدفاع الخيطان، وتكون سهله لاحمد الدوسري الصاحي. احمد الدوسري حارس المرمى صاحي تماما، صاحي تماما، حسب ما وصلنا الان لفحيحيل اثنين، لفحيحيل اثنين على الساحل. وهذه محاوله، علي خلف، علي خلف، علي خلف يقول له كمل، فيها خطا على علي خلف، فيها خطا على علي خلف اللي اصبح هو الكابتن بعد مغادره مشاري الكندري. شوف علي خلف، يعني اذا بتشوف الكابتن الان علي خلف في هذا العمر الصغير ما شاء الله، معناها اللاعبين اللي معاه كم اعمار، كم اعمار، 19 20 21. بدر طارق اللي نقول ممكن يصل الان ل 23، هذه الجماهير اللي برا. شكرا عبد الله خضر مخرجنا، شكرا مصورينا، يعطيكم انتظار لانهاء انتهاء المباراه حتى ياتون ويتوج فريقهم باللقب للمره رقم 17 في استاد صباح السالم بالنادي العربي. ونقول الف الف مبروك للعربي هذا المشوار الطويل في هذا الموسم، مشوار شاق الحقيقه لجميع الانديه، لكن توج للنادي العربي حتى الان دون هزيمه، دون هزيمة 18 مباراة. هي المباراة الأخيرة اليوم، توصل الكرة للسنوسي الهادي، سنوسي وين قدم كرة يلعبها على الأرض، بدر طارق يبحث عن شيء ويبحث عن التسديد لكن يهدي اللعب، يلعبها للسنوسي الهادي، السنوسي بيحاول يمر، عنده ثلاث لاعبين قدمين، يلعبها لمحمد صفر، محمد صفر وين بيعلي ولا لا، غير راية، ممكن يلعبها بالنص، بالنص وأغرب لجمعة عبود، عبود انقطعت من أمام الأثنين ولا زالت فيها خطورة جيمي إلى تغيب الرشيدي في لاعب من العربي على الأرض. سلامات بالسلامة، يطلب طبعا حسن محمد، حسن حمدان واحد من أفضل المدافعين الحقيقة، ولم يتأثر الحقيقة دفاع النادي العربي ما شاء الله بالمدافعين لتواجد الكثير منهم الحقيقة، يعني أيضا أحمد الصالح، أحمد إبراهيم الآن غير موجودين. أنت ميشا، أنت ميشا بندر السلامة وهداف الدوري الكويتي هذا الموسم، عدي الدباق، يجهزون نفسهم، يجهزون نفسهم في الدقيقة 26، في الدقيقة 26 بندر السلامة وعدي الدباق هي التبديلات الأخرى للكرواتي أفضل مدرب هذا الموسم. سلامات إن شاء الله سهلة تكون لحسن حمدان، واحد يعني في أداء رائع جدا وعنده روح قتالية داخل الملعب، ولذلك يعني أحيانا ينسى نفسه، لكن هذه القتالية اللي تواجدت في أسامة حسين هي تتواجد الآن في جمعة عبود، في حسن حمدان، في المجموعة أحمد إبراهيم، الجيل القادم الجديد لمسيرة الأخضر في الدوري. يقول له بدلة، بدلة وريحة،
قول له بدله وريحه الدكتور انور محمد والاخصائي العلاج السريع في التجاوب حسين عبد الله. حسين عبد الله سلامات، حتى ما تزيد عليه الاصابه. يقول لك لا 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 اسحبه وريحه، ممكن تتغير التبديلات اللي الان بداها، ممكن تتغير التبديلات الان اللي بداها يعني المدرب. على العموم هذه كره طويله تلعب جمع عبود، طول كره طويله جمع عبود، شيل هدفة توصل بالخطا الى بدر طارق، بدر طارق كره معاه. اذا عدي الدباق الان يجهز نفسه خلاص رسميا، عدي الدباق يجهز نفسه رسميا للتبديل بعد ايضا مغادره المدافع حسن حمدان للاصابه، وحتى يطمئنون عليه يقول له ما راح يشارك خلاص. على العموم تلعب لان احمد الرحيل ممكن هو اللي يرجع على طول مكانه كقلب دفاع. وهذه محاوله، المحاوله ضيعها البديل محمد عبيد. مو معقوله محمد عبيد هو والمرمى، كان ممكن يعود بخيطان. شوف 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 كان ممكن يعود بالتقدم، انفراد صريح انفراد، لكن وين لعبها بعيدة، لعبها بعيدة، ما راح تصيد هالفرصة يا محمد عبيد. خلاص من بعد 10 كرات تحصل هالفرصة هذه. تمريرة جميلة الحقيقة كانت من شاهين العلي، تمريرة جميلة من شاهين العلي لكن ما استثمرها صح، ويضيع الهدف على خيطان محمد عبيد. عدي الدباغ اللي لعب، هذه كرة الآن جيمي 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 بيلش، فواز بيلش، فواز بيجرب نفسه. الله 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 عليك يا ولد يا فواز، والله عليك اخرى لي على اشراق. هذا الشيء الحلو، مهاجم يرسل كرة قوية وحارس يتألق ويبدع ويبتسم على اشراق بانه ابدع ابدع في ابعادها ابدع. شوف 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 فواز بيلش، يا السلام يا ولد، واحلى ايضا من الحارس في الدقيقة 29، الدقيقة 29 الشوط الثاني. لمبيلش وهذه الركنية لعبت على العموم، بعدها اشراق والحارس اشراق تألق مرة ثانية، والركنية هي كانت الخامسة وتبعد تبعد. على العموم على العموم اللي اشرك عدي الدباق، والآن شكله بيجهز بندر السلامة، بندر السلامة. محاولة محمد عبيد بيحاول يصلح الخطأ، محمد عبيد كرة معاه ولكن وين، برا الملعب، إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. يطالع يمين يسار يقول ما حد يحسب لي بلنتي. شوف اللعبة، والله مهاري الولد وشويت ويسجل، لكن لم يوفق في الدقيقة 29 اللي لعبها برا على القائم الأيمن للعربي. وتألق ايضا الحارس على الاشراق في كرة فواز لمبيلش. 1-1 تمريرة خطيرة لو وصلت، خطيرة، عدي عدي رايه 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 يوسف العنزي. مو معقولة، يقول لك المدرب معصب، ليش معصب يوسف العنزي، يوسف العنزي، لكن راح يتأكد راح يتأكد. شوف القدم اليمين هناك، تشوف القدم اليمين هناك والإعادة فيها الإفادة، والتبديل الآن للعربي، الإعادة فيها إفادة. حسين الحربي هو اللي راح يغادر أرضية الملعب، وبندر السلامة يعود ليشارك الآن بالتشكيلة الأساسية. علي محمود يتأكد من التسلل، وزميله هناك يوسف العنزي اللي رفع، والتبديل سين الحرب راح يغادر، وبندر السلامة هو البديل، بندر السلامة هو البديل. لا زال بيتأكدون من اللعبة. شوف لحظة لعب الكرة، هني طلعت الكرة، هني طلعت الكرة أساسا، لكن لحظة لعب الكرة هي تحتاج دقة، وضعها في المرمى ولا زال يتأكدون. والآن بندر السلامة راية وتسلل، خلاص اقتنعوا راية وتسلل. إذن هدف يلقى بداعي التسلل، هدف للعربي في الدقيقة تقريبا نقول 31،
من الشوط الثاني هدف ملقى بداعي التسلل وكرة برة تبعد إلى رمية التماس، لكن سجل الحقيقة عدي الدباق، هو سجل النما كان في التسلل حسب رؤية يوسف العنزي الحكم المساعد الثاني هناك، واللي أيضا اعتمدوا الأخوانه في غرفة التحكم. رمية التماس، رمية التماس، حاول بندر أو بدر طارق، قيم الرشيدي، طلال الأنصاري، مقطوعة، فواز البيلش تعود للعربي الآن، يغير على جهة اليمين أيضا تنقطع، محمد فريح بيحصلها، محمد فريح ويتقدم على جهة اليمين والعربي، أوه ما كان ما كان ما كان جاهز لها عدي الدباق، محمد فريح واخذ معاه وعطاه على الجهة اليمنى، ولكن على العموم تلعب لخيطان أيضا يقدم مباراة طيبة. خيطان اليوم في ختام هذا الموسم التعادل يجعله في 14 نقطة، إذا استمرت نتيجة الفحيل والساحل خلاص ممكن الساحل وخيطان هم لأندية الدرجة الأولى بالتأكيد، لأن الساحل سيبقى على 13 نقطة، وفي حالة التعادل سيكون على 14 نقطة، الفحيل حيوصل نقطة 16 مشاركا الشباب، وإن كان الشباب أيضا متقدم على الغاتسية بهدف في ملعب الشباب في الأحمدي. رافو شاهين العلي الحقيقة يقدم مستوى طيب، جيمي غير على اليسار، حاولت لي خيطان، عندها محمد صفر، عدي بالراس، أقرب لي سنوسي الهادي، بندر السلامة، بندر في الدائرة تماما، بندر يبحث عن يمين يسار مع عدي الدباق، ويلعب حكم مباراة بدر طارق، بدر 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 على جهة اليمين، محمد فريح، محمد فريح، بندر السلامة، بندر للسنوسي الهادي، يسقط السنوسي تنقطع، تعود مرة ثانية جمعة عبود، أحمد الرحيل اللي أصبح هو قلب الدفاع بعد ما كان في الوسط، وهو هذا مكانه الأساسي لإصابة حسن حمدان، إن شاء الله إصابته تكون سهلة. عدي الدباق، بندر السلامة، بندر، عدي بندر على الأرض فوتها ولكنها مقطوعة، تعود لي أحمد الرحيل، بندر السلامة بالخطأ، تنقطع من أمام بندر اللي أصبح هو يعني في الوسط تماما مع علي خلف، لكن هذه سريعة، جيمي 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 وين بيهيئ، ولا زالت خطيرة، مبلش يلعبها على اليمين يسار، الله 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 الله، حلوة حلوة حلوة، خيطان يهدد مرمى النادي العربي من الجهة اليسرى، وفواز المبلش الحقيقة، وأيضا شاهين العلي، شوف 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 هو عمل كل شيء، جيمي جيمي سلم كرة حلوة للمتابعة من الخلف لكن لم تصل في الشكل الصحيح، والتسديدة القوية الحقيقة من اخوان ما الاسباني بالشبك الخارجي، بدايتها خطأ طبعا في النص من بندر السلامة، يعود هنا خطيرة خطيرة، حصلها حصلها حصلها، وسليمان العوضي، راحت سلمان العوضي، كان ممكن يحصلها، سلمها لا ايضا السنوسي الهادي صاحب التعادل، ولكن على العموم مباراة حلوت أكثر، فيها فرص ضايعة، 10 و9 دقائق متبقية على نهاية المباراة في شوط المباراة الثاني، في شوط المباراة الثاني، والعربي 1-1 مع خيطان، سنوسي الهادي لبندر، تنقطع من أمام بندر، تراجع أيضا لخيطان، 4-3 خيطان 4، وهذه العرضية مرت وسريعة أخيرا هي برا الملعب إلى ضربة مرمى، برا الملعب إلى ضربة مرمى، ضربة مرمى، ملعوبة، يهدي علي خلاف،
احمد صفر، علي خلف، سلام، كنترول جميل، واستلام صح، علي صفر، العوبة في النص، عدي الدباق، دباق، عرضية ما تمشي، مقطوعة، لا زالت خطورة موجودة للعربي، حصلها سلمان العوضي، لكن بيد الحارس أحمد الدوسري، أحمد الدوسري. طبعا للمباراة الكويت والسالمية انتهت 5-1. خلاص، وهنا كرة أغرب لعلي إشراق. النصر وكاظمة، النصر 2-1 أيضا انتهت خلاص. العربي لازال 1-1، والفحيحيل هناك يتقدم بهدفين مقابل لا شيء. فحيحيل، لأن فحيحيل راح يوصل للنقطة 16، وأيضا خيطار بالتعادل هذا يوصل للنقطة 14، لكن يهبط مع الساحل سويا إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في الموسم القادم، وصعود طبعا بالتأكيد هناك التضامن لأنها مبارياته 2-1 الآن، وأيضا تبقى المنافسة على البطاقة الثانية بين اليرموك وبرقان، بين اليرموك وبرقان، تأكيد اليرموك هو الأغرب، ونتكلم عن التضامن واليرموك نقول ألف مبروك للصاعد لأضواء أندية الدرجة الممتازة بالتأكيد. ناحية محمد عبيد يضغط عليه صفر، فدائية بالرأس يشيلها بعدها إلى رمية تماس، يعطي إنذار، إنذار لطلال الأنصاري، إنذار لطلال الأنصاري حكم مباراة علي محمود، إنذار في دقيقة 39 الشوط الثاني، يبدو في كلام. نعم، هذا هو طلال الأنصاري، واحد من الأفضلية اللي في النص، يلعب أفضل اللاعبين خيطان للأمانة. هذا هاني الصقر اللي جاء طبعا بعد المدرب الأسباني خوسيه كامبيلو، لعب الخيطان أيضا إبعاد، والعربي لن يرضى بالهزيمة حتى يتوج دون هزيمة، وهو الآن متعادل في التعادل الخامس له وفي 13 مباراة انتصار للمدرب الكرواتي أنتي ميش. تشكيلته اللي بدأها هي اللي خلتها تقلل شوية في مباراة محمد عبيد، محمد عبيد، محمد عبيد وصفر، محمد عبيد يلعبها، لكن أيضا جمعة عبود صاحي تماما في الدفاع يبعدها، توصل في النص، طلال الأنصاري، طلال يحاول تقدم ويلعب كرة لشاهين العلي، علي وين تنقطع، عدي الدباق حصلها، عدي الدباق رجع ورا، تضرب في شاهين علي إلى ضربة مرمى، ليش محتاج ماد، ليش محتاج كرة ضربت فيه بعد تسديدة اللاعب محمد صفر. خلاص إلى التعادل، إلى التعادل 1-1، إلى التعادل. الأمور هناك يعني الفحيحيل تقدم، الشباب تقدم على الغادسية، الشوط الأول 1-0 لحتى الآن ما يتنا نتيجتهم، لكن واضح أن الشباب عنده 16 نقطة، يعني مأمن الأمور، أمن الأمور، وأبغى الصراع ما بين الثلاثي فحيحيل ساحل خيطان، والفحيحيل أيضا يأمن نفسه ويبقى في أندية الدرجة الممتازة بتقدمه بهدفين مقابل لا شيء على الساحل، اللي أيضا قدم مستويات طيبة الحقيقة الساحل، وجميع أنديتنا للأمانة يعني ما كنت تعرف أن هالمستوى هذا الطيب اللي يقدمونه تماما هذا الموسم، الموسم الاستثنائي سواء في التصنيف، في تكملة المباريات، في 4 جولات، والآن دوري طويل، ولكن لم ييأس النادي العربي بأنه
يجعل الفرحة تعود لجماهيره الكبيرة المحبة لهذا الصرح الكبير النادي العربي ليحقق البطولة رقم 17 مشاركا القادسية في الدوري. 17 بطولة القادسية و17 للعربي، والكويت ابتعد اللي كان يعني هو بطلها في الأربع مواسم الأخيرة، وكان لو فاز نقول الكويت في البطولة الموسم هذا يكسر قاعدة العربي والقادسية بأن فازه أربع مرات متتالية، لكن الظروف تأتي لصالح العربي ويعود بعد موسم 2002 ليأتي في 2021 ويسجل انتصاره الجديد للفريق. سلامات يبدو بدر بالسلامة ان شاء الله. بدر طارق يبدو انه شد عضلي طبعا مجهود الكبير اللي بذل في المباراة. هنا استاد صباح السالم بالنادي العربي، وهنا الركنية بالتأكيد لما لعبت وارتدت من الحارس وبعدين جاءت لي اللاعب جيمي ليسجل هدف التقدم، لكن العربي لم ييأس وهذا الهدف مرة أخرى لما لعبت قوية من عبد الله الفيلتشاوي، والرأسية راحت من الحارس على الإشراق المتألق اليوم، ولكن جيمي يسجل رغم أنها ضاع ركلة جزاء. إلا أن سلمان العوضي بتمريرة أيضا، شوف عدي السنوسي يا السلام انطلق ما بين المدافعين وارسلها داخل المرمى متعادلا لفريقه 1-1. الأمور تصل للدقيقة 43 فرحة. طبعا المدرب يريد على الأقل التعادل لأن الخسارة ما يبيها تسجل له، ما يبي تسجل لا بالتأكيد. الطاع مرفوضة في المباراة الأخيرة، وهذه المحاولة أيضا تنتهي برا الملعب إلى ضربة مرمى، برا الملعب إلى ضربة مرمى. تتكلم عن أبطال الدوري الكويتي 6 أندية، القادسية والعربي 17 بطولة، الكويت 16 بطولة، وكاظم والسالمية 4-4، والجهرة البطولة الأخيرة نقول في عام 1990. لعبت ناحية السنوسي الهادي، يرجع وراء عبد الله الفيلتشاوي لحارس مرماه، لعبها على الجهة اليسرى هناك. 44 دقيقة، الأمتار الأخيرة خلاص، وحتى التعادل هذا لا ينفع خيطان بالتأكيد، لأنه بيوصل للنقطة 14 ويهبط هو والساحل لأندية الدرجة الأولى. محمد عبيد يحاول يمر بيت حلو مهاري خطير، بيلعب العرضية، الله صادها في اللحظة الأخيرة، صادها على إشراق في الدقيقة 45، كرة هدف أيضا لخيطان، لكن على إشراق يصيدها في اللحظة الأخيرة. عبد الله جمالي ننتظر منه الوقت بدل الضاع، ضربت في الحكم، راح يلعبها سقاط. علي محمود راح يلعبها سقاط. أربع دقائق شوط المباراة الثاني، ملعوبة خوانما، لعب العرضية تنتهي إلى ركنية، هي السادسة. ممكن لأن أربع دقائق ممكن في بعد دقيقة 46. الأسباني إخواننا متخصص يلعب الركنية لخيطان، ملعوبة والرأسية تبعد، تعود مرة ثانية، ممكن بيشوت تضرب وإبعاد من محمد فريح اللي لعب في الشوط الثاني. ترجع مرة ثانية إخواننا على جهة اليسار، وين بيلعبها؟ بيعلي عالية ولا زالت خطيرة، مرة ثانية توصل بدر طارق، هي لبندر السلامة، خذها على براسه ويتقدم بندر السلامة، عليه اثنين، وهنا الصافرة والخطأ على محمد عنتر. لعبة بينية خطيرة 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 خطيرة، عدي هناك ممكن يلعبها العدي، لكن الحارس يتألق الحقيقة. أحمد الدوسري لو واصل عدي الدباق كان ممكن يضعها في المرمى، قصيرة كانت من بندر السلامة، تبغى في النص لخيطان الآن تنقطع. بدر
السنوس الهادي السنوس الهادي السنوس الهادي يمر السنوس الهادي يمر السنوس الهادي بياكل كم لاعب، لكن لو لعبها لعدي عدي في التسلل، كان عدي كان في التسلل الى ضربة مرمى، الى ضربة مرمى هو تأخر فيها، تأخر شوية فيها، والان 47 دقيقة نقول دقيقتين، قول لكم العب العب لعبت نعم توصل. عبد الله الفيلتشاوي تغيم الرشيدي، شيدي خيطان اذا قدم مستوى طيب في المباراة في اخر جولة، لكن الامور راح تكون ضده بالتأكيد لانه سيصل للنقطة 14 خلاص. وطبعا التضامن واليرموك لأندية الدرجة الممتازة الموسم القادم، وخيطان والساحل حتى الآن أهما إلى الدرجة الأولى، يعني تضامن اليرموك خلاص رسميا. هذه الكرة الحكم لما شوف بندر سلامة لعبها قصير صح، بيلعبها هناك ما تعنى، لكن ما وصلت صح، ما وصلت صح. هذا أولا وين برا تراغ يهدي اللعب خلاص، والعربي يريد أن ينهي الموسم هذا دون هزيمة، دون هزيمة. أكثر الفرق انتصارا 13 فوز من 18 مباراة، والأكثر تعادلا الكويت وكاظمة 7 مرات، والشباب معاهم مع الفحيل أيضا 7 مرات. فيه خطأ، خطأ ما له داعي، ما له داعي، أمور ماشية صح، وانتو لعبتوا مباراة حلوة وجميلة. الفحيل 3-1 الآن وصلتنا نتيجة الفحيل 3-1 أيضا خلاص يعتبر ودع الساحل، يعتبر ودع. نقول مبروك للفرق الفائزة، مبروك للنادي العربي التتويج وحصوله على الدوري بعد غياب 19 سنة، وأيضا مبروك للتضامن واليرموك، وهارد لك نقول للساحل وخيطان هبوطهم لأندية الدرجة الأولى الموسم القادم. سلامات أيضا في لاعب على أرضية الملعب، وهدوء أيضا يهدون، أمور طيبة، هدية، المنظر الحلو أيضا والجميل، والعربي وجمهور العربي سيتذكر 17/5 التتويج في 2021، في 2021 تذكرون هذا التتويج الجميل جدا، رغم أن العربي هو بطلا للمرة رقم 17 في الجولة رقم 17 مع هذا الكرواتي المدرب القدير أنتي ميشا، أنتي ميشا هو من قاد العربي الحقيقة للانتصار والعودة من جديد للدوري الكويتي ب 44 نقطة ب 18 مباراة 13 فوز، والتعادل الخامس يصبح للنادي العربي هذا الموسم، والفريق الوحيد الذي لم يهزم، والفريق الذي هو سجل 39 هدف في مرمى 16، وأيضا القادسية في مرمى 16 لكن لم تصني نتيجة، طبعا القادسية في النهاية كان الشباب هو المتقدم بهدف على القادسية في الشوط الأول. على العموم الأمور خلاص راح يلعبها سقاط حكم مباراة، راح يلعبها سقاط حكم مباراة، اللعب واخيرا هي الى رمية تماس، لا خلاص يعني الوقت بدل ضاع انتهى، لكن للإصابة ويقول له خلاص ارجع كابتن، واللعبة تبقى لمحمد صفر اللي يشارك اليوم ويجد نفسه مع زملاء اللي شاركوا. بندر السلامة، بندر ضاعت من بندر، خطأ على بندر السلامة، حصلها طلال الأنصاري، طلال الأنصاري خلاص 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 نقدر نقول ألف ألف مبروك للنادي العربي، وهو المبروك في الجولة الماضية حسمها قبل جولة من انتهاء دوري STC لأندية الدرجة الممتازة. كرة عالية لخيطان والرأسية لا زالت تبعد،
دي ممكن يلعبها على اليمين، حلوة ملعوبة على اليمين. محمد فريح، محمد فريح، محمد فريح، محمد وين، محمد وين بيلعبها، بيحاول يمر، بيشوت، الله، القائم الأيسر كان ممكن يختمها محمد فريح بهدف حلو في الدقيقة 52، لكن الغائم الأيسر يقف لكرة محمد فريح، وهنا علي محمود ينهي. يصفر ولا لا؟ انهى المباراة علي محمود، انهاها. مبروك 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 للعربي، وهاردك لنادي خيطان، ومبروك بطل للدوري الكويتي في 2021 في 17/5 يوم الاثنين هنا على استاد صباح السالم بالنادي العربي، ليرفع رصيده ل 17 بطولة في الدوري مشاركا القادسية في هذا الموسم. يعود العربي لانتصاراته في الدوري، والموسم الماضي كان في انتصاره في كأس سيدي أمير البلاد المفدى. حبايب يخرجون واحد واحد، إذا خيطان إلى النقطة رقم 14، نقول له هاردك ودع، والساحل أيضا ودع لأندية الدرجة الأولى. هذه هي الأهداف تأتيكم. ممكن أترك الميكروفون الآن للزميل عبد الله الأنصاري. شكرا للزميل حامد كميل. إذا أسدل الستار عن دوري STC الممتاز بعد هذه المواجهة التي انتهت بتعادل العربي في هذه المواجهة الأخيرة مع خيطان بهدف لمثله. خيطان كان البادئ في التسجيل في شوط المباراة الثاني عن طريق اللي ضيع ركلة جزاء في شوط المباراة الأول المحترف جيمي. العربي عادل النتيجة عن طريق الواعد سلمان العوضي بتمريرة رائعة من البديل السنوسي الهادي، هدف للتعادل. والعربي لم يعني سجل نتيجة إيجابية في هذا الموسم بخروجه بدون هزيمة في 18 جولة. نبارك للنادي العربي مرة أخرى وجماهيره وجهازه الفني والإداري ومجلس الإدارة تحقيقهم هذا اللقب بعد سنين، بعد 19 عاما يعود العربي ويصعد منصة التتويج بالحمل دوري STC الممتاز لهذا الموسم. كابتن أحمد خلف، نبارك لك فوز النادي العربي أكيد بشكل رسمي. اليوم راح يستلم الدرع بعد غياب طويل. والله احنا نسينا شكل الدرع أصلا. الحمد لله على كل حال، ومبروك للنادي العربي أمانة، مجلس إدارة ولاعبين وجهاز فني صراحة يعني أبدعوا في هذا الموسم، الكل أشاد فيهم ومستوى رائع جدا. وأيضا بس كان ينقصها هذا الجمهور الوفي اللي يمكن من أول أمس هم قاعد يحتفلون. الحمد لله على كل حال، العربي إن شاء الله رجع وقادر على العودة من مرة أخرى على منصات التتويج. يمكن ما نسينا حتى بطولة كأس الأمير اللي كانت في شهر 11 هي الحافز الكبير والقوي أن يستمر هذا الفريق في هذا الأداء وفي هذا العطاء. وأيضا جلب مدرب صراحة فكر جديد متجدد للاعبين كانوا يحتاجون إلى صقل، وهذا المدرب هو اللي أوصلنا إلى هذه النتيجة، والحمد لله على كل حال. قبل الحديث، إذا فريقين غادروا دوري STC الممتاز وهما خيطان والساحل رسميا، وصعود تضامن حقق لقب الدرجة الأولى بعد فوزه على بورغان بهدفين مقابل هدف، واليرموك أيضا يصاحب التضامن إلى دوري الدرجة الأولى. يمكن في جولة أخيرة يوم الخميس تختم فيها دوري الدرجة الأولى. كابتن أنور يعقوب، فوز العربي فوز عن جدارة واستحقاق، ها هو اليوم يعود للفوز بلقب الدوري بعد غياب طويل وبعد تحالف مميز ما بين إدارة جهاز فني ولاعبين. طبعا بالبداية بنبارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي وبالأخص جمهور الوفي. أمانة أقول لك يعني جمهور العربي أنا مستحيل أشوف نفس جمهور العربي، يعني 19 موسم ما حققوا بطولة الدوري، طبعا أخذوا الكاس وما قطع المباريات ومتابع الفريق، وأمانة أقول لك يعني جمهور العربي يستحق البطولة هذه. وبالعكس يعني طبعا نبارك لرئيس مجلس أعضاء إدارة نادي العربي وجهاز فني وإداري على العمل اللي عملوه بصراحة والطفرة الكبيرة
وحتى نبارك صراحه حق المدرب اللي عرف يوظف اللاعبين. وفي شغله احنا العربي الموسم هذا تقريبا 7 لاعبين صغار لعبوا. يعني العربي لعب بندر السلامه، محمد صفر، حسين اشكناني، لعب العوضي عبد الله عمار، جمع عبود، حسن حمدان. بصراحه يعني ولا فريق سواء اعتقد الموسم هذا. نعم يعني هذا الشيء يحسب لمجلس اداره والمدرب الفريق. واتمنى بعوده العربي تعود الرياضه الكويتيه. ما انا اقول لك العربي اذا عاد يعطي المنافسه مع القادسيه والكويت وكاظم، الفرق هذه اللي احنا محتاجين تعود مثل سابق عهده. والله يوفق الجميع ان شاء الله، ونقول هارلك لنادي خيطان. يعني التغيير يبقى متاخر، فبالعكس احنا نقول ان شاء الله ان نادي خيطان لا العوده في الموسم السابق. كابتن احمد خلف، انت قدت الجهاز الفني بالنادي العربي في سنوات فاتت، وشفت يعني الامور، ومثل ما ذكر كابتن انور يعقوب ان الجماهير اصبرت على الفريق في هذه المده. جمهور النادي العربي لما نتكلم عن هذا الجمهور بعد هذه السنوات، كيف رايت وقوفهم؟ وانت كنت مدرب وفزت بكاس الامير، كان الجماهير متعطشه لمثل هذه الانتصارات. والله شوف يعني احنا كل تقدير واحترام، وصراحه يعني مشجعين الواحد ما يقدر يعبر عنهم شنوهم هذول. امانه اخلاص، تفاني، اصبروا صبر، يعني ايش اقول لك؟ يعني والله اوصاف الواحد يعجز عنها. ولكن يبقى جمهور النادي العربي هو الحلقه الاقوى في نادي العربي. جمهور النادي العربي، العربي يخسر 3، يخسر 4، يخسر 2، تلقاهم جايينك اللعبه الجايه. هسه العربي خذوا الدوري، مساكين الجمهور مو موجود. واعتقد يمكن انا يعني برايي الشخصي انه حق الصغار، حق اللاعبين الشباب، كان الجمهور انه غير متواجد. يمكن لهم يعني انا اعطيها لهم ايجابي. دائما اللاعب الشاب الصغير اذا الضغط الجمهور، يمكن يلعب باص غلط، يمكن يضيع كره. اكو لاعبين ترى والله يمكن انتقلوا من النادي العربي وراحوا والسبب ضغط الجمهور عليهم، مو يعني الجمهور انهم السبب، ضغط الجمهور. الجمهور العربي متعطش للبطولات، يبي الفوز دائما يدور عليه. الجمهور امانه له حق، وهذا حق من حقوقه انه هو صبر عليك وقاعد يطالع المباريات، ومن حقه انه هو ان 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 ان, إن يشاهد فريقه هو يفوز وهو يصعد لمنصات. الاستراتيجيه كابتن انور اللي وضعتها اداره النادي العربي في السنوات الاخيره من الاهتمام بالمراحل السنيه، هل هذا نتاج العمل اللي قام فيه النادي العربي واداره الكره بالنادي العربي؟ طبعا انا احب اشيد في الاستراتيجيه هذه، صار لها يمكن اكثر من 5 سنين. يعني في جلب لاعبين حتى من الاكاديميات خذوا، وهذا شوف مردوده لما اقول لك 7 لعبوا فريق الاول هالموسم، هذا انتاج سنوات سابقه وانتاج عمل في القطاع. حتى ترى ابو خالد ايامه العربي، كان ايام ابو خالد خالد عبد القدوس المجموعه، ترى هو كان ماسك القطاع. احب اشيد في ابو خالد امانه اقول لك، كانوا المرحله ذيك حتى احمد موسى المجموعه هذه كلها كان في عمل. بعدين وقف العمل هذا فتره طويله، رد عاد عبد العزيز عاشور اعتقد مسك الغطاء. نعم. مع المجموعه المدين عقيل مهنا، شو اسمه الكابتن هاني، وبعدين دراجان وكابتن خالد القبندي، كلهم لهم دور امانه. وهذا احنا نقول انتم كانديه لا تعتمدون ان انا اجلب لي لاعبين برا، خل ولد النادي، لان ولد النادي يتاسس من هو صغير لا يصعد فريق الاول، تحس انه يقاتل عشان ناديه، عنده الروح، عنده القتاليه عشان الفنيله. فبالعكس احنا نقول العربي قادم، وانا قلتها من زمان ان العربي بعد 2 3 سنين راح ياخذ ينافس على البطولات، والعربي الحين في المجموعه هذه راح ينافس للبطولات. امانه اقول لك الموسم الثقيل اللي عشناه في هذا الموسم كابتن احمد خلف، من بدايه من دوري التصنيف لضغط البطولات لتوقف الدوري بسبب ايضا كورونا. جائحه كورونا، هذه الامور والعوده اثرت على حتى شكل الفريق، لكن العربي بقى يعني يسير بثبات.
هذا اكيد لها امور، لها اشياء يمكن ما تعلمها الجماهير الرياضيه من خلال حرص اداره الفريق على استمرار الفريق بثبات. والله شوف، يعني انا احب اني اشيد في الجهاز الاداري امانه من قبل مجلس اداره، ولكن ننزل الى اقل مستوى مجلس اداره اللي هم مدير الفريق، اللي هو رئيس الجهاز، نائب رئيس الجهاز. امانه يعني هذول ما بخلوا مع الفريق، دائما كانوا حريصين ان الفريق يكون متواجد، خصوصا في التدريبات، الارشادات، الصرامه في المعامله والشده تحتاجها مرات مع اللاعبين، ولكن ادوا ما عليهم واكثر، وهذا حصاد ما هم تعبوا فيه يمكن خلال 4 أشهر او 5 أشهر اللي لعبناها من شهر 12 الحين. الفريق كان جدا، خصوصا الجهاز الاداري كان حريص جدا على تواجد اللاعبين. يمكن انا مرات اشوف علي يطلع مباراه اقول له تمرينكم الساعه كم؟ ويتمرن الساعه 7 ولا الساعه 5 ورايح النادي. فالحرص هذا حرص وتركيز، حرص وايضا حرص الاداري، يعني الاداري اللي هو اللي على اللاعبين انه يكونون متواجدين، يمكن للالفه، يمكن المدرب يحتاجهم قبل التمرين. وايضا لا ننسى الدور المدرب، امانه المدرب قفزه كبيره مع هذا الفريق بوجود لاعبين خبره مثل عبد الله الشمالي، مثل احمد ابراهيم، مثل سلمان عبد الغفور. ترى المحترفين بس يمكن السنوسي عمره 26 سنه، عدي الدباخ 23، علاء 22، يمكن علي خلف هو اكبر منهم 25. يعني الغالب على الفريق العناصر الشابه، خصوصا اللي جو من تحت من فريق 20، وهذا ما ننكر فضل اللي كانوا تحت 20 ماسكين الفريق. صحيح. اعتقد ماني ذاكر اسمائهم، والله يعذروني، اللي كانوا مسكوا الفريق وعطوا الفرصه لهم. نعم، نروح لزميلنا فهد الشمري هناك على ارضيه الملعب، التجهيزات على قدم وساق لبدء الاحتفاليه في هذه الامسيه الخاصه الخضراء للنادي العربي. فهد تفضل، الكلمه معك. اذا يزيد فضلك اخوي عبد الله الانصاري، تعادل بين العربي وخيطان، ودى خيطان طبعا للدرجه الممتازه، الدرجه الاولى، العربي طبعا بطلا للدرجه الممتازه بدون خساره للمره الخامسه في تاريخه. طبعا اليوم ختام الموسم الرياضي، بما ان كاس سيدي سمو الامير حفظه الله ورعاه ترحلت الى شهر سبتمبر المقبل، فيكلموني اكثر عن هذا الموسم الصعب، موسم اللي فيه جائحة كورونا مستمرة معانا، وإن شاء الله إن شاء الله تنتهي الجائحة بأقرب وقت يا الله. يكلمني أكثر عن الجهود الحكومية. دكتور صقر الملا، أول شيء أرحب فيك، قول لي عن ختام هذا الموسم، كان صعب بالنسبة لكم؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، بالتأكيد اليوم أحب البداية، أحب أبارك لي الجمهور العرباوي واللاعبين الأبطال والرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي العربي الرياضي على هذا الإنجاز الجميل اللي أتى بعد فترة صبر جميلة، وهذا كله نتاج جهود مجلس الإدارة جزاهم الله خير بتعاقداتهم مع اللاعبين المحترفين ومدربين المحترفين، وصلوا بجهد كبير للطاقم الفني والإداري والطبي، وصلوا إلى هذا المكان. فلهذا بالبداية أحب أبارك لهم هذا الإنجاز. أما بالنسبة لما تم خلال فترة أزمة كورونا، يعني لله الحمد اليوم بتعاون من لجنة الطوارئ الموقرة في مجلس الوزراء الموقر برئاسة معالي وزير الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الأخوان معالي وزير الصحة، معالي وزير الداخلية، وكذلك معالي وزير الشباب الإعلام والشباب، ما قصر، اللهم يجزاهم الله ألف خير كلهم، تعاونوا من أجل أن يكون هناك تطبيق الاشتراطات الصحية، سماح لإقامة المباريات، وكذلك تسهيل جميع الامور الخاصه في اخوانهم الرياضيين. فلهذا يعني موسم كان جدا صعب، كنا نتمنى بوجود الجماهير، ولكن بسبب الاشتراطات الصحيه ان شاء الله سيتم مخاطبه لجنه الطوارئ الموقره من اجل السماح للجماهير في الحضور في الفترات المقبله ان شاء الله مباراه المنتخب قادمه، لكن طبعا هناك العديد من الاحترازات الصحيه يجب اخذها في عين الاعتبار، وان شاء الله يعني هم متعاونين معانا للامانه في تسهيل جميع الامور. واحب اشيد في دور الاخ معالي وزير الاعلام وزير الدوله لشؤون الشباب الاخ عبد الرحمن المطيري، انا يعني هو اليوم وزير اعلام، ما يصير اقول هو جندي مجهول، ولكن انا اليوم بقول هو الجندي المجهول اللي قاعد يقوم بمتابعه وتسهيل جميع هذه الامور الله يجزاه خير، مع انه هو مو موجود في لجنه الطوارئ
ولكن متابعته المباشرة يعني أنا أحب بس بهذا المكان، يمكن أول مرة أشكر وزير يكون مسؤول عني لأني ما أحب هذا الأمر، ولكن لأن أقول كل واحد هذا عمله، ولكن هذا الأمر يستحق الأخ معالي وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري أبو يوسف على كل جهد قاعد يقوم فيه، فالله يجزاهم خير. وإن شاء الله وأشكر طبعا الاتحاد الكويتي لكرة القدم على تنظيمه لهذه المباريات وحفاظه على الاشتراطات الصحية والتزامه وتعاونه مع أخوانه في الأندية الرياضية، وإن شاء الله يعني هذه مرحلة نتقدم فيها المستقبل في الرياضة الكويتية. وكافي اليوم ها بعد اليوم عرباوي أخذ الدوري، فإن شاء الله يعني العربي ملح الرياضة الكويتية، والعربي هو أحد دعمات وأساس للرياضة الكويتية، وبوجود العربي ونهضة العربري النادي العربي تنهض الرياضة الكويتية. لهذا إن شاء الله أتمنى كل التوفيق والنجاح لجميع العاملين في الاتحاد الكويتي لكرة القدم والأندية الرياضية. يعطيك العافية دكتور صيد. الله شكرا حبيبي. مشكور يا أبو غانم. انتقل إلى رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف. موسم صعب العربي يتم تتويجه باللقب، أنا عندي معلومة أنك ودك مباركتك غير حق العربي بتركي، أنت كنت موجود بالثمانينات أيام هيمنة العربي، والآن أنت رئيس اتحاد والعربي يحصد اللقب، العرباوية متفائلين فيك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اليوم أهني الأندية والأسرة الرياضية في ختام موسم 2021 في تتويج النادي العربي بفوز بطولة الدوري العام، ونهنئ النادي العربي، وايضا لا ننسى ان نهنئ الغادسيه المركز الثاني ونادي الكويت المركز الثالث، واهني ايضا الانديه اللي صعدت الى الدوري الممتاز واجتهدت، واقول هارد لك للانديه اللي ودعت الدوري الممتاز فريقين من اللي كانوا في المؤخره. فكل الشكر لاخواني اعضاء مجلس اداره الاتحاد، كل الشكر الى اخواني اعضاء لجان الاتحاد بحسن تنظيمها لمسابقة بطولة الدوري العام والدرجة الأولى، وهذا الدوري من أصعب الدوريات اللي مرت علي في مسيرتنا في الرياضة، نظراً لأول شيء تطور مستوى الفرق لله الحمد، التنافس الشديد ما بين الفرق كلها، بالإضافة إلى يعني الصعوبة في تنظيم المباريات وبسبب جائحة كورونا، والاتحاد التزم بالالتزامات الصحية حسب الشروط اللي تم إرسالها من قبل لجنة الطوارئ ووزارة الصحة، وكلنا يعني كنا نتمنى وحاولنا، ولكن يعني وزارة الصحة والأخوان في لجنة الطوارئ يعني مضطرين بأن نطبق عدم حضور الجماهير. كنا نتمنى أن يمتلئ استاد نادي العربي اليوم في الجماهير الوفية وجماهير نادي العربي اللي تجمعت خارج الاستاد بالالاف المؤلفه، الا ان يعني هذه ظروف صحيه وعلى الجميع ان يلتزم فيها، ويعني هذا كل اللي نقدر نسويه. فكل الشكر للجميع وتهنئه للجماهير العرباويه مره ثانيه ولمجلس اداره النادي العربي، اجتهدوا وقدروا ان يحققون بطوله الدوري العام وبنتيجه تاريخيه، يعني قبل نهايه البطوله في الجوله قبل الأخيرة، بالإضافة إلى هداف الدوري موجود من النادي العربي، أقل أهداف على النادي العربي فارق لا يقل عن بحدود 7 نقاط بينهما وبين الفريق الثاني، فأعتقد استحقوا البطولة عن جدارة، ونتمنى لهم التوفيق، وإن شاء الله يعني تعود الروح إلى الرياضة الكويتية بعد عودة النادي العربي والغادسية والكويت. هذه الأندية الجماهيرية متى ما تعود إلى المنصات التتويج تشوف الرياضة الكويتية تتطور يوم بعد يوم بإذن الله. شيخ أحمد اليوسف، أنا بقتنص فرصة تواجدي معك في استفسار في الشارع الرياضي. أنا مقدر مشاركة المنتخب كشكل شخصي كفهد، لكن هذه للجماهير الرياضية. يقول لك كأس سيدي سمو الأمير لماذا ترحل؟ كأس حضرة صاحب السمو طبعا هذا من أقل الكؤوس، وعلى الاتحاد أن ينظم أفضل تنظيم. الكل يعرف يعني إحنا الحين عندنا في تصفيات كأس العالم تبدأ 3/6 إلى 15/6، وبعدها طلعت مباراة طارئة من قبل الاتحاد الدولي ما بين منتخب الكويت ومنتخب قطر، تغد يوم 24 أو 25 الشهر. فالمنتخب بعد التصفيات راح يقادر إلى قطر لأداء هذه المباراة، بالإضافة أن جميع الأندية لها عقود مع لاعبين محترفين ومدربين تنتهي هذه العقود في 30/5، فاضطرينا أن نرحل هذه البطولة الغالية، بالإضافة يعني درجة الحرارة راح تكون في الأسبوع الأخير
من شهر 6 تفوق ال 45 درجة في فترات الليلية بعد صلاة العشاء. فإن شاء الله هذه البطولة عزيزة وغالية علينا، من الواجب علينا أن ننظمها أفضل تنظيم بإذن الله إن شاء الله. حبيبي يا أبو تركي مشكور، أنا أشكر تعاونكم يعني أنت كممثل الاتحاد، أنا شاتفكم مجروح كلكم أخواني. شاكر لك وشاكر لإخواني جميع العاملين في تلفزيون الكويت والبرامج الرياضية والجنود المجهولين المخرجين والمعدين واللي قاعدين خلف الكاميرات بنقل جميع المباريات على أفضل وجه، فكل الشكر، وعلى رأسهم معالي وزير الإعلام ووزير الشباب والرياضة، كل الشكر للجميع وأتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. مشكور يا شيخ. حياك الله. مشكور. شكرا لكل من الشيخ أحمد اليوسف وصقل الملا. طبعا تغطية مستمرة لكن بعد التتويج لأن الستيج شبه جاهز. عودة للاستديو، تفضل عبد الله أنصاري. شكرا لفهد الشمري وشكرا لنائب رئيس الهيئة العامة للرياضة الدكتور صقر الملا، والشكر كذلك لرئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف. العودة للمباراة اللي تابعناها ما بين خيطان العربي، يعني هدف من لاعب مميز، شفنا هدف يقدم سلمان العوضي في بداية مشوار العربي بالدوري على الكويت، هدف مميز. اليوم أيضا سلمان العوضي يقدم نفسه بواحد من هدافي المستقبل للنادي العربي. كابتن والله شوف، يعني هذا اللاعب أمانة احنا دائما نتكلم ان اللاعبين المحترفين هم ياخذون من بدايه الهجمه، اي ياخذون اماكن اللاعبين الكويتيين المميزين خصوصا الناشئين. هذا اللاعب انا عارفه يمكن عمره من 4 سنين او 5 سنين مع اخوانه خالد وعبد العزيز، يعني خالد وسلمان، خالد والثاني نسيت اسمه عفوا. نعم ايه. فهذين اللاعبين كانوا مميزين صراحة، وهدف مميز، هدف شوف الفكر اللاعب شلون حطها بريل الريلة وطوف الكرة بين ريولة وحطها بالرجل اليمين، حركة سلمان، يعني حركة سلمان حركة، يعني صراحة لعبة مميزة، لعبة فكر، لعبة لاعب فنان، قراءة مميزة، قراءة حلوة. لا شوف يعني 4 مدافعين لاعب يطلع من بينهم يختار المكان المناسب، وأيضا العرضية صراحة اللي هي متقنة أيضا، يعني من رفعة الكرة أنا قاعد أقول حق أبو أحمد جول، يعني لازم يكون لاعب دي يحطها جول. وسلمان صراحة كان في الوقت المناسب والتحرك الجيد منه، وأيضا خصوصا يعني لعب الكرة برجل اليمين من خلال تبويشها، يعني هدف حلو وهدف مميز. أنا أتمنى أن هذا اللاعب يأخذ فرصة أكثر. إحنا ليش نقول 5 لاعبين محترفين أو 6 لاعبين محترفين ما راح يطلعون هاللاعبين. فأنت لما تجيب لك 4 محترفين أو 3 محترفين وتعطي هاللاعبين فرصة أنهم يثبتون وجودهم، يثبتون مكانتهم في في في, في الفريق، ويثبتون وأيضا هذا للمستقبل الكروي للمنتخب. فأنت إذا تبي تجيب لك محترفين وما تعطي مجال حق هذا اللاعب وذاك اللاعب، أعتقد أن الأمور راح تضر على هالحال. نعم. واللاعب هذا راح يقعد احتياط وتجيب لك لاعبين. إذن هذه الصور والمشاهد من النادي العربي ولحظات هذه تاريخية كابتن أنور يعقوب، يتذكرها هذا الجيل بعد سنوات، بعد عقدين من الزمان، يتذكر هذه اللقطات وهذه المشاهد الحية تمر على مخيلة الجميع، لأن سنوات مو قليلة. أكيد أكيد، ويستحق العربي أمان، يعني بعد صبر 20 سنة تقريبا يستحق العربي البطولة، وعن جدارة أمانة ويستاهلون، وأقول لهم مبروك للجماهير وإدارة نادي العربي، وحتى أبو خالد اللاعب القدام هاي مشهم مسيرتهم، ونادي العربي لا طعم إذا فاز بالدوري أمانة أقول لك. نعم. من جمهوره الآن طبعا يبدأ يستاهلون التكريم. ننتقل مشاهدين الكرام لأجواء الاحتفال بالنادي العربي بفوزه باللقب لهذا الموسم. النادي العربي الحقيقة اللي بدأ مشواره هذا الموسم بنقول أولا أنه في 18 مباراة حقق 13 فوز و5 مرات حالة تعادل، ولم يفز عليه أي فريق هذا الموسم. إذن حكم المباراة علي محمود، وتوقيع من رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأيضا دكتور صقر الملا
نائب المدير العام للهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة، وأيضا تواجد رئيس النادي العربي بالتأكيد عبد العزيز عاشور اللي حقق الدوري مع فريقه كلاعب 4 مرات والآن يحقق كرئيس النادي نقول للمرة الثالثة، يتحقق مع أيضا كان في نادي الكويت جاسم المحري باللقب كلاعب ورئيس، وأيضا قبلهم في كان المرحوم الشيخ نايف الجابر لأحمد الصباح كان لاعب في العربي ورئيسا للنادي العربي، والآن يأتي الدور على عزيز عاشور رئيس النادي العربي يرفعه كرئيس للنادي ورفعه قبل 4 مرات له في كلاعب مع النادي العربي. افرح يا كرواتي، افرح يا انت ميشا، وانت صور وانت اللي سجل. الطاقم التحكيمي، شكرا للطاقم التحكيمي اليوم ايضا علي محمود، علي شراق، يوسف العنزي، عبد الله جمالي، سعد الفضلي، يعقوب السهيل، والشكر موصول ايضا لرئيس لجنه الحكام السيد احمد عقله، نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكره القدم ايضا تواجد، وايضا الامين العام للاتحاد الكويتي صلاح الجناعي، ويتواجد هو الاخر في التتويج واضح ايضا اللي اتش في عضو مجلس الاداره في النادي العربي، تواجدون اسماعيل مزيدي، الفهد مندني، اتش وعزيز عاشور. بالتوفيق ان شاء الله لكل الحقيقه اعضاء مجلس اداره النادي العربي ومحبيه وعشاقه هذا الفريق اللي حقق انجاز حقيقه يسجل له كبطل في 2021، صاحب المركز الاول ب 44 نقطه، صاحب لنا يسجل الان اليوم 39 هدف كنقول اكثر الفرق تسجيلا للاهداف، وتسليم ايضا الميداليات للاعبي النادي العربي الان، احمد الصالح اللاعب السوري مدافع القوي جدا الحقيقه واللي قدم مستويات عاليه جدا، وعبد العزيز السليمي على الطريقه الاوروبيه الحقيقه ايضا ياخذ صوره مع درع نقول الدوري لهذا الموسم بطل النادي العربي، وعيسى وليد الكل هنا، ورقم 17 ما هو رقم، لا الدوري رقم 17، الدوري رقم 17 بالتأكيد للمرة رقم 17 في البطولة في الجولة رقم 17 حققها، وهنا أيضا الحقيقة اللاعب علاء الدالي وجه خير على النادي العربي هذا الموسم انه يأتي مع زملاء، اللاعب احمد رحي اللي يتواجد هو في الدوري رقم 17، تاريخ سيسجل للمجموعة. نعم صور اخذ سلبي معاه، تستاهل احمد رحي ويستاهلون العرباوية ويستاهلون الجميع الحقيقة محبي وعشاق، مبروك يا العربي والله او تستاهل. نعم في الاشيد والشغلات، وهنا هداف الدوري الكويتي ايضا عدي الدباغ، الدولي الفلسطيني يستاهل يستاهل يستاهل، فلسطين بقلوبنا يا عدي، فلسطين في قلوب الجميع في الكويت القاليه والعزيزه، وفعلا يستحق هذا التكريم. جمعه عبود واحد من افضل المدافعين في النادي العربي الان الحقيقه، واللي واصل مشواره مع فريق النادي العربي بالتاكيد. ايضا علي خلف، علي خلف هو الآخر، علي خلف واحد من المبدعين هذا الموسم في الدوري رقم 17 مشاركا طبعا القادسية 17 بطولة، وأيضا نقول العربي 17 بطولة، بدر طارق القادسية 17 والعربي 17، الكويت 16 بطولة، كاظمة 4 بطولات مع السالمية 4 بطولات، والجهرة بطولة واحدة. بدر طارق يستاهل أيضا حقيقة أن يأخذ هذه الصورة ويعيد تاريخ النادي العربي، وحتى تليفونه باللون الأخضر ويصور مع درع الدوري لهذا الموسم. مبروك محمد فريح الخبرة، كان ممكن ينهيها بفوز لكن الغام الأيسر حرمه، إلا أنه وجد نفسه واخذ لك سيلفي بعد، لا تضايق يا محمد فريح، واحد من أفضل اللاعبين كظهير أيمن وخاصة للهجوم، خاصة للهجوم. عبد الله عمار واحد من الشباب الوجوه الشابة اللي يقدمها النادي العربي هذا الموسم للأمانة، أسماء جميلة، أسماء لها دور كبير
بندر السلام، حسين اشكناني، حسن حمدان، محمد صفر، جماعه عبود، حسن حسون، بدر طارق، عبد الله عمار، وهنا القادم الجديد سلمان العوضي صاحب هدف التعادل وابى ان يخسر العربي في اخر مباراه. حسن حمدان مدافع قوي والحمد لله ما في الا العافيه، خذ صوره نعم تستاهل مع درع الدوري الكويتي لهذا الموسم 2021. وياتي الغادسيه في المركز الثاني، عبد الله حسن محمود ايضا استاهلون رغم 17 هو او هي البطوله رغم 17 في الدوري مع شقيقة نادي القادسية، مع شقيقة نادي القادسية على إشراق المتألق اليوم، على إشراق الحقيقة رغم أنه في مرمى هدف من خطأ شوية في البداية، لكن بقى متقابل. بندر السلامة أحد الوجوه القادمة، يا سلام بندر السلامة الحقيقة خامة طيبة رائعة، مجهود عالي، فنيات عالية، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله، نتمنى لك التوفيق. نعم يلا خذ سيلفي معاه، فرصة يعيدون التاريخ، آخر مرة كان تاريخهم في 2002 النادي العربي عندما حقق آخر بطولة في الدوري. صفر الآن، محمد صفر قادم جديد أيضا للنادي العربي، مبروك. تذكروا هذه الأسماء اللي تكلمت عنها، والله ستبدأ من هذا نقول الموسم اللي حصلوا فيه وستستمر مع النادي العربي بالتأكيد، وهناك وجوه جديدة أيضا مع أنديتنا في القادسية والكويت إن شاء الله وكاظمة والسالمية والنصر وغيرهم بالتأكيد، نطمح بالكثير والفوز هو أن عودة الكرة الكويتية مع عودة النادي العربي وتهنئة الجماهير الأخرى في بلدنا الحبيب الكويت للعربي، وهذا يعني يدل على ثقافة الجمهور الكويتي هنا في الكويت وتشجيعهم أيضا للنادي العربي وعودته للانتصارات والمجال في كرة القدم. لا زال العربي والميداليات الذهبية لأهل الذهب بالتأكيد، درع دوري الكويتي STC لأندية الدرجة الممتازة يبقى هنا في المنصورية في استاد صباح السالم بالنادي العربي، وهنا اللاعب أيضا حسين الحربي لاعب الكويت السابق والقادم من الجهرة طبعا يوفق ويحقق نتيجة مع زملاء. مشار الكندري أيضا لاعب اللي ذهب للشباب وعاد مرة أخرى لبيته النادي العربي، وهذا شيء جميل. نحن نتكلم عن الإعارة، لا زالوا يأخذون الصور يعني نقول التذكارية لهم داخل أرضية الملعب. أوه أفضل لاعب هذا الموسم الليبي السنوسي الهادي، اللاعب السنوسي الهادي، هو هادي وهو من صنع الأهداف وسجل الأهداف وأصبح بطلا من أبطال لاعبي النادي العربي وجدد له لموسمين، لكن الفرحة هنا للكرواتي القائد لمسيرة ولاعب النادي العربي أنتي ميشا، أنت بطل يا أنتي ميشا مع الأبطال اللي حققوا الدوري بالتأكيد ومساعدة أيضا أرديان، وبالتأكيد هذه الفرحة ستسجل. وهنا اللاعب الدولي السابق وعضو مجلس الإدارة علي مندني ورئيس الجهاز مدير عام الكرة، هو لبسوه البشت، لبسوه الكرواتي أنتي ميشا البرج، بشت بشت خلاص صار كويتي ما هو كرواتي، صار كويتي. أيضا تصفيق مع عزيز عاشور، الشيخ أحمد اليوسف، وأيضا الدكتور صقر الملة، مبروك يا علي مندني، اجتهدت ووصلت وحققت اللي تبيه وانجزت كلاعب وكإداري، الآن تنجح. أحمد النجار واحد من الوجوه الحقيقة اللي قدمت الشيء الكثير هذا الموسم ولم يظهر كثيرا ولكن عمل كثيرا، أحمد النجار يظهر في هذه اللقطة مع درع الدوري الكويتي لموسم 2021. هنا القادم الجديد الإداري الناجح عبد الله الحائري أيضا يأخذ الصورة وتذكارية والميدالية الذهبية، وجهة أيضا خير على النادي العربي بأنه يحقق درع الدوري الكويتي لهذا الموسم 2021. ياه تأتي الأفراح، مشعل العبجل المنسق الإعلامي والإعلامي المعروف حقيقة، مبروك يا مشعل ومبروك لكل العرباوية، رئيس مجلس الإدارة، لاعبين، إداريين، جهاز فني، جهاز طبي، أيضا التكريم من أمين العام الاتحاد الكويتي صلاح الجنائي، مجهود كبير وشكر موصول أيضا للأمانة لأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة
القدم وعلى رئيس وعلى رأسهم بالتأكيد رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف صباح. شكر أيضا خاص الحقيقة لرئيس لجنة المسابقات هملان الهملان ومساعده سالم سعدون والدكتور حامد الشيباني مدير المسابقات وسكرتارتي. أكيد شكرا لهم على المجهود الكبير والطويل في هذا الدوري الصعب جدا والشاق بالتأكيد. كل التوفيق إن شاء الله للناجحين والمتفوقين دائما. أيضا شكرا نقول لرئيس لجنة الحكام نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم السيد أحمد عقلة على مجهوده مع جميع الحكام. شكرا لوزارة الإعلام، شكرا للقناة الرياضية الكويتية ولجميع أفرادها فردا فردا على نقلهم المباريات. شكرا لهذا الدكتور الحقيقة حسين عبد الله اللي تواجد دائما له مع فريق العربي وجميع لاعبين الفرق الأخرى الحقيقة. شكر لوزارة الصحة، لوزارة الداخلية، لجميع أنديتنا الحقيقة في الممتاز والأولى. شكرا دائما نقول للمراقبين الإداريين اللي بذلوا مجهود كبير ورائع وطيب هذا الموسم الاستثنائي بمجهودهم الكبير، يحضرون قبل 3 ساعات ويخرجون بعد المباراة بساعة. شكرا للمراقبين في لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي. شكرا اليوم طبعا الشكر لبدر البلوشي ولطلال البلوشي المتواجدين في هذه المباراة. إذن درع الدوري العام ومع الأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم يسلمه لرئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد اليوسف إلى عبد الله الشمالي النجم والقائد والمبدع في خط الوسط والقلب النابض للنادي العربي عبد الله الشمالي. مبروك 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 للعربي والله وتستاهل. مبروك مبروك للعربي درع الدوري العام موسم 2021. فرحة كبيرة لهؤلاء الأبطال، نعم أبطال. مبروك لرئيس أعضاء مجلس إدارة النادي العربي، مبروك للجهاز الطبي الفني الإداري المدرب كل، ومبروك لجمهور العربي الكبير في الكويت وخارج الكويت. مبروك للكرة الكويتية هذا يعني التقدم والمتطور، وإن شاء الله دعواتكم بالفوز إن شاء الله بتصفيات كأس آسيا وكأس العالم بإذن الله تعالى هنا في الكويت مع الأزرق الكويتي. على الخير والمحبة التغينا، على الخير والمحبة يودعكم دائما حامد كميل. من هنا من هذا التكريم ومن هذا التتويج للنادي العربي في استاد صباح السالم بالنادي العربي، الصوت والصورة تعود للزميل المبدع دائما عبد الله الأنصاري وضيوفك الأعزاء في كل مكان. شكرا للزميل حامد كميل العربي بطلا لدوري 2021 للمرة 17 في تاريخه. ألف ألف مبروك للنادي العربي حصوله على هذا الإنجاز الذي طال انتظاره لسنوات طويلة. شكرا لمجلس إدارة النادي العربي، شكرا للأجهزة الفنية والإدارية، ألف ألف مبروك لجماهير النادي العربي التي فعلا هي النجم رقم واحد دائما تقف وراء هذا الفريق، انتظرت سنوات وسنوات لحصد هذا اللقب وها هي اليوم ترى أبطال النادي العربي يتوجون باللقب الغالي لهم. كابتن أحمد خلف لحظات تاريخية وأنت تستذكر أشياء كثيرة مرة والله الله. الحمد لله على كل حال وكل التوفيق والنجاح لهذا الفريق إن شاء الله في السنوات القادمة. ومبروكين مجلس إدارة وجمهور وأجهزة فنية ولاعبين صراحة اللي ما قصروا مع هذا الموسم صراحة المتعب الطويل المرهق صراحة. النادي العربي نادي كبير ونادي بطولات ونادي يحقق ما يعجز عنه الآخرون. أعتقد هذا الموسم موسم استثنائي وخصوصا في هذه الجائحة اللي جتنا الحمد لله على كل حال واللي تعدوا منها ما عدوا والله يرحم اللي توفوا منها. أعتقد أنه إن شاء الله القادم أفضل للكويت والقادم أفضل لدولة الكويت وللنادي العربي
إن شاء الله نشاهد العربي في صورة أخرى مغايرة جدا للسنوات اللي مضت، خصوصا النادي العربي نادي كبير ونادي عريق ونادي بطولات، وهو قادر إن شاء الله بوجود إدارة حكيمة قوية ولاعبين على مستوى عالي ومدرب محنك أمانة. كل التوفيق والنجاح لمجلس الإدارة إن شاء الله في المواسم المقبلة، واللاعبين مبروكين يا العربي، مبروك يا جمهور العربي على هذا الإنجاز الرائع، وتستاهلون يا العرباوية. إنجاز ربما يضع العربي أمام خطوات أخرى في القادم من الاستحقاقات، لكن اليوم الجماهير تريد أن تعيش هذه الفرحة التي انتظرتها طويلا أبو أحمد. طبعا العربي خذ الدوري الحين، الحين الموسم اللي جاي الجمهور العربي ما راح يرحم، خذ كاس الامير وحين دوري، يبي بطولات، ومعروف هنا العرب نادي بطولات متعود على البطولات. اعتقد العرب استفاد من دور تصنيف، اخطاء عدل اخطاء في الدوري الممتاز، نعم. تلاحق على نفسه اخر الفتره الاخيره في دوري التصنيف، نعم. وعدل فريق ومع مدرب امانه اقول لك يعني مدرب مميز واجتهد، وطبعا مع البشت طبعا انا انا احب اشيد في نقطه مهمه، ويحسب للجهاز لدالي اللي على راس مع اخونا علي مندني واحمد احمد النجار والمجموعه، ان ابعدوا اللاعبين عن الضغط النفسي، ابعدوا اللاعبين عن الاعلام، وهذا ما كان في السابق يصير، ان الشحن الزايد ابعدوه، فبالعكس توجوا عملهم هذا في البطوله، واتمنى لهم كل توفيق ان شاء الله في المستقبل، عوده العرب للبطولات، عوده للرياضه الكويتيه امانه اقول لك، مو بس في كره القدم، كل العباد، يعني العرب لما يتميز في كل العباد جمهور العرب مميز، نعم. امانه اقول لك الجمهور يستحق امانه، وعسى الله يوفقهم ان شاء الله. نعم، اذا فرحه عارمه هناك في استاد صباح السالم بتتويج النادي العربي، والجمهور اللي خلف الملعب ينتظر اللحظات لمشاركه اللاعبين ومن حقه اكيد. لكن الترتيب النهائي بعد ختام الجوله الاخيره من دوري اس تي سي الممتاز، راح نتعرف على جدول الترتيب. لا شك ان الصداره بقبضه النادي العربي بعدما حصد في اخر مشواره على 44 نقطه. إذا النادي العربي يعتلي الصدارة والقادسية بعد خسارته أمام الشباب، يقف عنده 36 نقطة. الكويت في المركز الثالث 34 نقطة، كاظمة في المركز الرابع 25 نقطة، النصر ب 20 نقطة، السالمية ب 20، الشباب ب 19، الفحيل مبروك 16 نقطة، لكن نقول هاردك لخيطان هبوطة للدرجة الأولى ب 14 نقطة، وكذلك هاردك للساحل هبوطة للدرجة الأولى 13 نقطة. المحصلة الختامية صعود التضامن واليرموك، مبارك لهم أكيد كابتن أحمد خلف، وهاردك لخيطان والساحل. نعم نعم، صراحة يعني هاردك للساحل وهاردك لخيطان، يمكن الساحل خيب ظننا صراحة، يمكن في آخر ثلاث مباريات أربع مباريات لم يكن بالمستوى المطلوب، وهذه كرة القدم من يجتهد هو من يحصل على النتائج. قلت لك لفحيحيل انهم اليوم طلعوا بهذه النتيجه الكبيره، وايضا نبارك للتضامن واليرموك صعودهم، وايضا نبارك للكابتن جمال القبندي والى الكابتن احمد حيدر المدربين الوطنيين اللي هم صعدوا هذا الفريق هذين الفريقين، ونتمنى لهم ان شاء الله يكونون في احسن حال. طبعا احنا نقول هارك نادي خيطان نادي الساحل، ان شاء الله يعني الموسم القادم يهتمون بالفرق افضل، جلب محترفين خاصه النادي خيطان. واحب ابارك كمان النادي التضامن في قياده الاخ جمال القبندي، واحب اشيد في نادي اليرموك، يعني بعد ما كان ترتيبهم في الدوري الممتاز دوري التصنيف الاخير امانه، احب اشيد في كابتن احمد حيدر ورغم الصعوبات وانا اعرف شنو الصعوبات اللي واجهها. انت قريب من احمد حيدر؟ اي انا قريب عليه، يعني على طول على اتصال، امانه الرجل اجتهد ووصل الفريق، يعني ما في دعم قوي يعني، نعم. حتى من المحترفين الموجودين مو على مستوى، فاقول يعطيك العافيه كابتن احمد حيدر وتستحق. وطبعا انا نعم. امانه اقول لك انا الشخص هذا بداياتي عملت معاه في مجال التدريب مساعد له، وبالعكس وشرفني تعلمت منه، ويستحق ان فريقه يوصل نعم. دور ممتاز.
شكرا لكم. إذا هي الرسالة الأخيرة مشاهدينا الكرام من هذا الاستديو. نشكر معالي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الأستاذ عبد الرحمن بن حلم طيري، وكذلك الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون الأستاذ تركي المطيري على جهودهم معانا أكيد ومتابعتهم لجميع الحيثيات الكبيرة والصغيرة في قناتنا الرياضية، كذلك مديرنا الأستاذ حمد الدحاني، كذلك الشكر له بمتابعته، وكل الشكر لجميع الطواقم العاملة في القناة الرياضية. الشكر موصول للإخوان هنا في الاستديو التحليلي من مخرجين ومعدين وفنيين وزملاء مذيعين كانوا متعاونين جدا لإخراج هذا العمل، الاستديو على مدار الموسم بشكل كامل. أكيد إذا كان هناك قصور فنستسمح مشاهدين الكرام على أي قصور، لكن بإذن الله الإيجابيات والنظرات الخاصة بالاستديو وتطويره في القادم من الاستحقاقات راح تكون بشكل مثالي بإذن الله. شكرا لكم مشاهدين الكرام لمتابعتكم. ختام دوري STC الممتاز، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في القادم من المواعيد، في أمان الله. نموت يلا يلا خلصها ونشوف الله كلنا.